بسم الله الرحمن الرحيم. رحب بحضراتكم. لقاء جديد ومساء جديدة من لقاءات لجنة التدريب والتعليم المهني المستمر شعبة المحاسبين المزاولين المهنة الحرة من النقابة العامة للتجاريين. اللقاء رقمه 117. يعني اسمحوا لنا بس في البداية إن احنا يعني بسموكم جميعا يعني نترحم على أستاذنا الفاضل والزميل الغالي الأستاذ عماد حافظ راغب اللي وفاته المنية الأسبوع الماضي. ويعني اسمحوا لنا بس إن احنا نبدأ يعني دقيقة صمت كده لقراءة الفاتحة والدعاء، نبدأ بعدها فعاليات اليوم إن شاء الله. رحم الله الفقيد الغالي. في الحقيقة الأستاذ عماد إحنا تشرفنا بعضويته في مجلس إدارة الشعبة في تشكيلها الخامس، ويمكن من بداية انضمامه لينا ومن قبل انضمامه كمان يعني كان في الحقيقة رحمة الله عليه يعني مقدام جدا وخدوم جدا وبيسعى بشكل كبير لصالح المهنة وللمهنيين. خسارتنا فيه كبيرة جدا، ويعني احنا يمكن النهاردة نظرا لان هو في بداية تشكيل الشعبة في اول جلسة كانت تاريخها 5/9/2020 طبعا يعني حددنا اولويات عمل الشعبة، وكانت يعني على رأس هذه الاولويات كانت مشروع قانون مزاولة المهنة الحرة المحاسبة والمراجعة. وفي الحقيقة يمكن يعني حتى في عملية الاختيار لتشكيل الشعبة والعضويات الأستاذ عماد في الحقيقة يعني كان مقدم جدا ويعني فور الاتصال بي وأخذ موافقته. في الحقيقة ما كانش عنده أي تردد، وكانت العملية بالنسبة له واضحة جدا. وأنا مش هنسى يعني بعض مواقف كده، من ضمنها إن هو في البداية لما النقابة فوضتني في إن أنا أجري معاه اتصال عشان ناخد موافقته المبدئية في عضوية مجلس إدارة الشعبة، في الحقيقة لقيته مرحب جدا، على عكس طبعا ما كان كل الناس بتتصور إنه الناس اللي هم يعني الأسامي الكبيرة في المهنة ممكن ما يكونوش مقدمين قوي على العمل النقابة على العمل النقابي. في الحقيقة لقيته مرحب جدا. وبعدين بعد كده حتى لما الاختيارات حصلت وتم التشكيل واختر، يعني عنده عبارة كده شهيرة، قال لي يا أستاذ عماد أنا بلغتك قبل كده إن إحنا تحت أمر الشعبة والنقابة. في الحقيقة بعد كده بقى في الأداء يمكن هو كان يعني وكيل الشعبة، ده في الوضع الأول. وبعدين أثناء التشكيل اللجان هو يعني تولى وترأس لجنة مشروع القانون، لجنة مخصصة يعني لصياغة مشروع قانون مزاولة المهنة، وكان في عضويتها الأستاذ الدكتور خالد حجازي والأستاذ الدكتور مصطفى عبد القادر والأستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الهادي والأخ العزيز الأستاذ أسامة أميل، وأنا يعني كنت آخر واحد في أعضاء اللجنة. اللجنة في الحقيقة يعني بمجرد ما حصل التشكيل وقر بدأنا بمباشرة العمل بشكل سريع جدا ويعني بخطوط واضحة. ويمكن من أول جلسة اتحطت بعض الملامح والضوابط اللي احنا على أساسها هيتم العمل. وفي الحقيقة أنا يعني لمست من زملائنا وطبعا على رأسهم الأستاذ عماد أخونا العزيز الفاضل إنه يعني في إصرار على إنه كل الأخطاء اللي حصلت في الماضي ان احنا نتداركها. كل يعني يمكن احنا قبل كده كان في محاولات متعدده لانهاء مشروع قانون لمزاوله المهنه وكلها ما كانتش بتنجح، لانه في النهايه كان العباره الشائعه يعني ان المحاسبين مختلفين، ما بنبقاش فاهمين بالظبط ايه هي اسباب الخلاف ولا بنقدر ولا حتى مين هي الجهه اللي يعني اللي بتسعى وراء صياغه القانون. يمكن قبل كده كان في محاولات عن شعبه المزاولين في النقابه، ويعني يمكن المشروع دخل مجلس الشعب ووجه لنا الاتهام
انه المحاسبين مختلفين. بعد كده كان في بعض المحاولات عن طريق يعني بعض التنظيمات المهنية، ومؤخرا كان في محاولة عن طريق وزارة المالية نفسها، وكانت بدعم من الاتحاد الأوروبي. ويعني برضو العمل استمر على مدى فترات طويلة، وفي النهاية ما وصلوش لشيء. احنا وضعنا كل يعني الخلفية التاريخية دي في ذهننا واحنا بنشتغل، وكان عندنا اصرار ان احنا ان شاء الله باذن الله هنوصل لمشروع قانون يبقى مرضي لجميع الاطراف. اللجنه برئاسه الاستاذ عماد في خلال الفتره من نص شهر 9 تقريبا لحد اوائل شهر مارس الماضي عقدت حوالي 27 اجتماع. وكان الاستاذ عماد دايما بيفضل ان الاجتماعات تكون لايف، ما تكونش على زوم، لان هو برضو كان بيشوف ان احنا لما بنقعد مع بعض وبنتكلم مع بعض المسألة بتفرق كتير قوي عن ان احنا نكون موجودين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وفي الحقيقة يعني برضو ده كان ليه دور كبير في ان احنا انجزنا انجاز كبير جدا في القانون. ويمكن النهاردة بس احنا من فترة كده كنا اعلنا ان احنا هنبدأ جلسات حوار مجتمع حوالين مشروع القانون، ولكن يمكن للظرف الصحي اللي مر بيه الاستاذ عماد اضطرينا ان احنا نتراجع شويه. ويعني برضو نقدر نقول ان المشروع في شكله النهائي لسه يعني فاضل فيه بعض الاجراءات، وفاضل فيه بعض يعني الصياغات اللي احنا بنستقر عليها. ولكن احقاقا للحق وعشان ننسب الفضل لاهله، الاستاذ عماد رحل عننا وهو تارك لنا المشروع تقريبا في شكله النهائي. احنا النهارده ونظرا لان لجنه التدريب يعني يمكن يكون ده اللقاء الاخير قبل شهر رمضان، وفي شهر رمضان احنا يعني هناخد كده شبه اجازه برضو عشان ننتهي من بعض الامور اللي عندنا، لانه في الحقيقه الفتره اللي فاتت كانت مرهقه جدا علينا. فلقينا ان من واجبنا تجاه الاستاذ عماد وتجاه زملائنا ان احنا نوصل على الاقل الصوره اللي احنا واقفين عندها النهارده. يعني مش هيبقى مشروع قانون بشكل نهائي، ويمكن زملائنا اللي طرحوا ان احنا يعني ننشر مشروع القانون علشان يتواصلوا معانا في ندوة النهاردة. يعني ان شاء الله باذن الله اول ما المشروع هيبقى مكتمل من وجهة نظرنا وقابل ان هو يطرح للمناقشة الاجتماعية، اول حاجة هنعملها ان هو هيكون بين ايدين حضرتك. لكن النهاردة هنعرض لبعض الامور السريعة، وطبعا الامر يعني برضو زملائنا وأساتذتنا أعضاء لجنة التدريب يعني برضو إيه هيبقى في بعض الكلمات المتعلقة برثاء أخونا العزيز الأستاذ عماد. وخلونا برضو نبدأ بشكل مباشر عشان إحنا عارفين الوقت كمان دول لحساب كبير. يمكن إحنا هنعرض لأهم المستحدثات والمستجدات اللي موجوده في مشروع القانون، هيتناولها ويتداول عليها اساتذتنا الافاضل الدكتور خالد حجازي والدكتور عبد الرسول عبد الهادي والدكتور مصطفى عبد القادر. وهنبدا من عند الدكتور خالد حجازي. مساء الخير يا دكتور. نور يا استاذ عماد، تحياتي الخالصه والدوام لله. وفعلا احنا هنفتقد الاستاذ عماد راغب رحمه الله عليه بأمانة. يعني هي من ضمن الحاجات، وزي حضرتك عارف أنا يعني كنت بعيد عن العمل النقابي، ولكن لما طبعا حضرتك بلغتني إن الأستاذ عماد راغب موجود، مفيش حتة أقدر إن أنا أو مفيش حاجة أقدر إن أنا أقول لأ عليها، طالما الأستاذ عماد راغب بحرصه بخبرته بحكمته. يعني الراجل الله يرحمه، وحضرتك تتذكر يا أستاذ عماد آخر لقاء إحنا كنا معاه تقريبا 10 أيام قبل ما يتوفاه الله، وكان برضه بالرغم ان هو كان خارج من العمليه وكان تعبان، لكن ابتسامته ويعني هقول ايه الله يرحمه كان دفعه كبيره جدا جدا جدا. وبامانه يعني سبحان الله كانه حاسس ان الـ يعني بقدم النهايه، لكن كان دايما بيزق بالقانون يمشي وتوافق. ودي يمكن من النقطة الرئيسية أحب أتكلم عليها، إن هو كان وجوده معانا حلقة الوسط مهمة جدا 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 ما بين الشعبة أو نقابة التجارين وبين جمعية المحاسبين. وأعتقد الصورة اتغيرت تماما في العلاقة ما بين العمل النقابي والعمل المهني اللي خاص بجمعية المحاسبين والمرجعين المصرية. يمكن النقطة اللي أنا حابب أتكلم عليها، لو هنستعرض كده باختصار، أو لو اسمح لي الأستاذ عماد الجندي
اقول ان ملامح مشروع القانون، احنا عندنا 7 ابواب رئيسيه في القانون او في مشروع القانون. الباب الاول عباره عن تعريف، والباب الثاني عباره عن احكام عامه، الباب الثالث بيتكلم فيها على السجل العام للمحاسبين والمراجعين، الباب الرابع، وده اللي انا هحب ان انا اتناول باختصار الملامح الخاصه بيه، بيتكلم عن المجلس الاعلى للمحاسبه والمراجعه، الباب الخامس بيتكلم على التدريب والتعليم المهني المستمر، الباب السادس بيتكلم على الرقابة، والباب السابع بيتكلم على المخالفات والعقوبات، وطبعا بيبقى فيه أحكام انتقالية لمشروع القانون. هحب إن أنا أركز في عجالة أو باختصار على الباب الرابع المرتبط بالمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة، وحابب أقول حاجة بس، هي مش حاجة مستحدثة، هو إحنا رجعنا مشروعات او مسودات القانون، يمكن انا يعني كان ليا الحظ ان انا ارجع لمستندات الوالد الله يرحمه، ولقيت ان من السنه 90 او 92 تحديدا احنا بنتكلم على تعديل مشروع القانون. يمكن في اخر مسودتين، يعني هنقول من 10 سنين مضت، كان في فكره المجلس الاعلى للمحاسبه والمراجعه، وده دي يعني اسلوب مطبق في العالم كله. احنا في مصر المشكله ان ما عندناش جهه بتقوم بإصدار وتهيمن على المهنة بصفة عامة. فمهم جدا يبقى المجلس الأعلى ده بيضم خبرات المهنية والنقابية والحكومية التي ترتبط بأداء المهنة. وبالتالي لو اسمحوا لي إن أنا أقول إن كان في يعني 4 عناصر رئيسية وإحنا بنناقش موضوع المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة، كنا حاطينها قيد الاعتبار. أول نقطة الاستقلالية، يبقى هذا المجلس مستقل تماما، هو يعبر عن آراء الممثلين فيه، وكل ممثل هيمثل فئة معينة أو جهة معينة في المهنة. النقطة الثانية اللي برضو فكرنا فيها، الكفاءة المهنية للناس اللي هتشتغل فيه أو هتنضم للمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة. النقطة الثالثة، ودي خدت حوار كبير جدا جدا جدا، واستعنا بالقوانين اللي موجودة صدرت مؤخرا فيما يرتبط بتعارض المصالح في الاعمال التنفيذيه اللي خاصه بالمجلس، ودي حاجه هحب اوضحها دلوقتي عشان برضو الناس ما تبقاش متلخبطه فيما يرتبط بدور المجلس الاعلى ايه. ثم النقطه الرابعه هي التمثيل المهني. فلو قلنا هيبقى عندنا مجلس اعلى، ان هذا المجلس هيختص بصياغه، يعني باختصار مش هقرا طبعا، ان شاء الله هيبقى موجود المشروع بالتفصيل امام حضراتكم، ولكن هو هيبقى في مجلس اعلى، وهذا المجلس هينبثق منه لجنه تنفيذيه، ودي اللي هينوب بيها القيام بالاجراء التنفيذي، ودي اللي هيبقى تقريبا هي العقل المحرك والمدبر لما يرتبط بالاجراءات التنفيذيه للمجلس. وعلى فكره احنا رجعنا لنماذج مختلفه سواء في اوروبا امريكا او الخليج عشان نوصل الى هذا التوافق. فهيبقى عندنا المجلس الاعلى، وتقريبا احنا بنتكلم على رئيس للمجلس و14 عضو، والأعضاء دي كلها هتمثل سواء من النقابة، سواء من المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، سواء الجمعية، سواء من الجهات الحكومية المعنية بالمهنة، سواء البنك، هيئة الرقابة المالية، سواء الجهاز المركزي للمحاسبات وما إلى ذلك. ثم طبعا الجمعيات المهنية المختلفة اللي موجودة في مصر، والحمد لله عندنا دلوقتي نشاط كبير جدا لهذه الجمعيات، ودي أيضا هتمثل في المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة. الدور هنا هيبقى دور استراتيجي تنسيقي تخطيطي، مش دور تنفيذي، وبالتالي هيبقى عندنا لجنة تنفيذية للمجلس الأعلى. اللجنة دي هيبقى ليها مدير تنفيذي، طبعا هتبقى برئاسة رئيس المجلس الأعلى و4 أعضاء. اللجنة هتبقى منوط بيها هي بقى القيام بالإجراءات التنفيذية، وبالتالي هيبقى ليها تشكيل سواء للشؤون القانونية، سواء للشؤون الإدارية اللي موجودة في الوحدة التنفيذية للمجلس الأعلى. بالنسبة للجان المعاونة، أو هنقول اللجان الدائمة اللي هتبقى مرتبطة بنشاط المجلس الأعلى، إحنا عندنا 4 لجان رئيسية، كل لجنة بتختص بموضوع معين داخل القانون. اللجنة الأولى هي لجنة التدريب والتعليم المهني، اللجنة الثانية هي لجنة الامتحانات، وطبعا السادة الأفاضل الزملاء هيتكلموا على موضوع الامتحانات والتدريب المهني المستمر. ثم هيبقى عندنا لجنة ثالثة للرقابة على الجودة، وهنا بقى هيجي دور المجلس الأعلى عشان ما يبقاش في تضارب وتعارض في
ما الجهة المختصة بالرقابة على الجودة، ويبقى دي جهة رئيسية هي اللي هتبتدي يا إما تقوم بالإجراء نفسه أو بالتنسيق مع وحدات معتمدة بالنسبة للجنة. ثم أهم لجنة أعتقد هي لجنة إعداد المعايير، سواء معايير المحاسبة أو معايير المراجعة أو معايير آداب السلوك المهني. بالنسبة للإدارة التنفيذية بقى، احنا عندنا المدير التنفيذي وإدارات ووحدات فنية، منها إدارة خاصة بالتدريب والتعليم المستمر، إدارة الامتحانات، إدارة الرقابة، وإدارة إعداد المعايير. ودي زي ما هتبقى مرتبطة بأعمال اللجان، ولكن هي الإدارة التنفيذية. الموضوع ده على فكرة هو مطبق، أنا بنفسي شاركت في اللجنة اللي كانت منوط بيها تطبيق الـ IFRS for SMEs، أو المعيار الدولي اللي خاص بتطبيق المعيار الدولي للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم. وكان في لجنة لتطبيق المعيار، وهذه اللجنة كان في لجنة دائمة داخل وحدة في لجنة المعايير الدولية هي اللي بترتبط بالصياغات والمراجعات والحاجات دي كلها، واحنا كلجنة بنبقى بنقول آرائنا فيما يرتبط بتعديل معيار أو تفسيره أو ما إلى ذلك. فإحنا يعني استنبطنا الإطار العام اللي بيتم دوليا مراعاة للظروف المحلية في مصر، مراعاة لنطاق الأداء المهني يعني. ده كده باختصار دور المجلس الأعلى لي أو الإطار العام للمجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة. وأتمنى إن شاء الله إن هو لما يعني يبقى في الحوار المجتمعي إن إحنا نوصل إلى توافق رئيسي ما بين يعني كافة المحاسبين والمراجعين المعنيين بشؤون المهنة في مصر. أعتقد كده أنا في عجالة يعني، إيه، ما حبيتش إن أنا أطيل على حضراتكم، ولكن أستاذ عماد الجندي لو حضرتك شايف إن في إطار أنا يعني لازم أتكلم عليه، أرجو إن حضرتك بس إديني الفكرة. أنا هستأذنك يا دكتور، هنوضح بس برضو عشان زملائنا يبقوا معانا في الـ يعني في التفكير كده بشكل مبدئي، إنه طبعا إحنا القانون العامل اللي إحنا موجودين بنشتغل في إطاره لحد النهارده هو القانون 133 لسنة 1951. القانون طبعا وقت ما وضع كقانون مزاولة مهنة يعتبر أقدم القوانين العاملة اللي موجودة في مصر، ولكن هو دلوقتي أصبح مش مواتي للعمل، وأصبح يعني حتى فكرة التبعية نفسها للمهنة مش واضحة فيه بشكل كويس. فكرة الأفكار الجديدة اللي موجودة في التطبيق على المستوى الدولي، إحنا يعني فكرة إن المحاسبين بيتنقلوا بين الجداول بمضي مدة وبشهادات معتمدة، والمشاكل اللي موجودة النهاردة اللي بيصادفها زملائنا اللي بيقضوا فترات تدريب في مكاتب و و و القانون الجديد يعني أو مشروع القانون الجديد يمكن هو يعني إيه، نقل مش وقفنا عند سنة 2021. احنا تقريبا استفدنا من كل التجارب. اول طبعا الاولويات اللي موجودة فكرة الاوفر سايز بورد او المجلس الاعلى للمحاسبة والمراجعة. الفكرة دي كانت فكرة خلافية لوقت كبير قوي، انما احنا لما راجعنا كل يعني معظم الدول اللي متقدمة عننا في المهنة لقينا ان المجلس ده مجلس عامل. اهم ما يميزه بقى يا دكتور خالد بعد اذن حضرتك، لازم زملائنا يبقى متأصل عندهم إنه فكرة الرقابة هتبقى موجودة عند المجلس الأعلى بشكل منفرد، إن مش هيجي جهة تعمل سجل فتقول لك أنا حاجة راقب، أنا بكرة حاجة فتش، أنا تديني نظام جودة، أنا تديني، إن هيبقى في جهة مسؤولة مستقلة خالص عن كل الجهات، هي اللي مسؤولة عن فكرة الجودة. فكرة إصدار المعايير، يمكن إحنا شفنا معايير المحاسبة المصرية ومعايير المراجعة بتصدر من أكتر من جهة، من مرة من وزارة الاقتصاد ومرة من وزارة الاستثمار ومرة يعني برضو خلف أو في خلفية عمل المجلس الأعلى إن هو هيبقى الجهة اللي منوط ليها إصدار كل الإصدارات اللي متعلقة بالمزاولة المهنية في مصر. يعني برضو بعد توضيح دكتور خالد عشان يبقى معروف دور المجلس إيه بالظبط وفكرة استقلاليته كمان. سوري. تفضل يا دكتور افتح. تمام. يعني انا اتفق مع حضرتك تماما. طبعا دي كانت من النقاط الرئيسيه جدا، هو زي ما قلت هو ايجاد جهه
رئيسية الكل بيشارك فيها والكل بيمثل فيها. طبعا في نقطة مهمة جدا، هو دلوقتي المعايير، مثلا على سبيل المثال معيار المحاسبة أو المراجعة، من هي الجهة التي ستقوم بإصدار المعايير؟ يعني طبعا دي الموضوع ده على فكرة له نظريات وله مدارس. لو رحنا لإنجلترا هنلاقي المهنة نفسها اللي بتطلع المعيار، لو رحنا لأمريكا هنلاقي أيضا المهنة هي نفسها اللي بتطلع المعيار. إحنا في مصر الإلزام ما بيتمش إلا لما بتطلع من جهة حكومية. فأعتقد في التوافق على التمثيل وتشكيل المجلس الأعلى للجامعات، آسف المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة، فرض الخلفية الأكاديمية لسه شغالة عندي. فأعتقد ممكن تبقى في النهاية يعني يا إما تصدر المعايير من المجلس نفسه، أو هتبقى بالتوافق مع المجلس، سواء الجهة اللي هتصدرها جهة حكومية أو جهة رقابية. فأنا أعتقد إن دي مهمة جدا 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 برضو، وأنا بأثقل على جمعية المحاسبين، لأن هي حاليا بصراحة هي اللي بتقوم بإصدار التوصيات بتعديل المعايير بناء على طلب من الجهات. يعني سواء هنقول بقى نتكلم بصراحة، هيئة الرقابة المالية ممكن تبقى يعني رغبتها في تطوير أو التزام بالمعايير المحدثة، فبيبقى في طلب. احنا اعتقد بالتشكيل المجلس الاعلى للجامعات هيبقى الدور ده منوط بالمجلس، واعتقد مهم جدا 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 زي ما الواحد بيراقب وبيشوف حتى على موقع التواصل اللي حضراتكم عملتوه بالنسبه للجنه التدريب، الاستفسارات اللي بتيجي والاسئله اللي بتيجي. اعتقد بعد اصدار القانون قد يكون هذا الدور هو دور المجلس الاعلى والوحده التنفيذيه او اللجنه التنفيذيه اللي موجوده فيه، بإصدار تفسيرات يا إما لمعايير سواء مراجعة أو محاسبة، أو ممكن حتى يعني يبقى الأمر كمان يرتبط بقوانين إذا قلنا بالنسبة للضرائب وكده. يعني لو هنوسع النطاق، لكنه ده مش موجود حاليا في المجلس الأعلى، ولكن أعتقد بعد ما يعني تثبت التجربة وتستقر، أعتقد ممكن يبقى الدور أكبر بكتير جدا من الدور اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة في ضم رؤية موحدة بالنسبة لتطبيق القوانين، سواء قانون الضرائب أو زي قلنا للقوانين المرتبطة بأعمال الشركات. يعني برضو موضوع الحوكمة، وزي ما حضرتك قلت الأوفر سايت هيكون مهم جدا، عملية مراجعة النظير ده هيبقى برضو دور مهم جدا للمجلس الأعلى، بحيث ما يبقاش فيه بقى نوع من مش عايز أقول الكلمة يعني يمكن حد يزعل مني، التربص. يعني التربص دي كلمة يعني قد يعني يثيرها البعض، وأنا ساعات بستشعر هذا الإجراء من واقع مشاركتي في الوحدة الخاصة بمراقبة جودة مراقبي الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية. ولكن أعتقد إن شاء الله بالتوافق على مشروع القانون وبالتوافق على دور المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة، موضوع التربص ده هيختفي، ان انا هتبقى المهنه نفسها هي اللي بتراقب نفسها، مش واحده بتراقب على مراقبي الحسابات. طبعا يمكن دورها مش هينتهي، لكن لما تبقى في مهنه يعني موحده وفي اجراءات موحده ومتسقه فيما يرتبط بمراجعه النظير او البي ريفيو او المراجعه على المكاتب، وهنا بقى مش هنتكلم على المكاتب الكبيره، لا هنتكلم على كل المكاتب اللي هتبقى مسجله ومدرجه في جمهوريه مصر العربيه. أعتقد دي موضوعين مهمين جدا جدا جدا، وأنا بنفسي بتطلع إن شاء الله يبقى في دور قوي جدا للمجلس الأعلى. وأحب أطمن برضو السادة الحاضرين إن مهم جدا مش هيبقى فيه نوع من السيطرة على الرأي في تشكيل لجنة المجلس الأعلى، ودي نقطة مهمة جدا برضو عشان ما حدش يقول والله لا في جهة هتبقى يعني مسيطرة عن جهة. طبعا في جهه يبقى ليها ثقل، وانا اعتقد ان النقابه هتبقى هي الرائده في هذا الموضوع، لان هي في الاخر هي الحاضنه الرئيسيه للمهنه في جمهوريه مصر العربيه. ولكن كل الجهات وكل المنظمات او الجمعيات المهنيه المعنيه ان شاء الله ليها تمثيل هيكون موجود في المجلس. ده باختصار يعني فيما يرتبط بموضوع موقف المجلس الاعلى للمحاسبه والمراجعه.
بنشكر حضرتك يا دكتور، وننقل نفسنا الموضوع تاني. يعني احد المبادئ الهامة اللي احنا في اول اجتماع كده واحنا قاعدين، ان احنا قلنا انه مشروع القانون لازم يكون بيلبي وبيقف عند طموح جميع المزاولين على كافة مستوياتهم، وبالتالي فكرة يعني وجود لجنة القيد، فكرة الهوية الأساسية اللي هتقوم عليها المهنة في الفترة اللي جاية، فكرة المحافظة على المكتسبات المهنية للمحاسبين المزاولين، فكرة التنقل بين الجداول والمرحلة الانتقالية، كل دي أفكار. يعني أنا بس هطلب من أخونا العزيز الدكتور عبد الرسول عبد الهادي إن هو يجهز كده علشان يعرض معانا شوية، بس طبعا ده بعد ما نسمع يعني الدكتور محمود النغي شرفنا، فإحنا يعني في الأول بس ناخد منه كلمة. وبعد هستأذنك افتح الصوت يا دكتور من عند حضرتك. اتفضل يا دكتور. قلت كنت خلينا في الاخر زي الترتيب اللي انتوا عاملينه، والله نسمع الزملاء ونعقب في الاخر. حضرتك تمسي علينا وبعدين يعني ما نقدرش، حضرتك جيت لازم نعمل تعظيم سلام يا دكتور. لا انا موجود من الاول من البدايه. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، بنرحب بزملاء المشاركين في هذا اللقاء وعلى استعداد للرد على اي استفسارات منهم، ونعزي كل من جمعية المحاسبين وشعبة المحاسبة مزاولي المهنة والمهنة بصفة عامة في وفاة الأستاذ العزيز المرحوم عماد حافظ راغب، وكانت له أيدي بيضاء ومساهمات فاعلة وعطاء مثمر معنا في الشعبة في هذه الفترة القصيرة، رحمه الله رحمة واسعة. حقيقة عندما شكلت الشعبة كانت المهمة الأولى التي يجب أن تنهض بها هي محاولة تحديث التشريع الذي مضى عليه 70 سنة، فطرح الأمر على الزملاء في الشعبة أن نضع أيدينا في أيدي الجمعيات المهنية وكل والجامعات والجهاز المركزي لكي نصيغ قانون بعد محاولات متكررة لصياغة قانون متكامل في هذا الشأن، قد يكون أقدم القوانين والمعاصر لقوانين الضرائب على سبيل المثال، هيجد أن التعديل سنة الحياة، والنظم والقوانين ليست إلا وسائل، والموائمة بينها وبين متطلبات الحياة ستظل قائمة ما بقيت الحياة. من هنا تم عرض فكرة مهام الشعبة. القرار الجمهوري الصادر بإنشاء الشعبة جاء ليعيد الاعتبار إلى المهنة. كما تعلمون القانون صدر في سنة 51، ثم الشعبة أنشئت عام 55، فجاءت الشعبة النقابة، نقابة المحاسبين والمراجعين المصرية، بعد أن صدر القانون، وكان متوقعاً أن تكون المهنة متزامنة أو تسبق صدور القانون، إلا أن العكس حدث، فظلت نقابة المحاسبين والمراجعين كما تعلمون وجدت قانون قائم عمره 4 سنوات، فاستمرت في تطبيقه ولم تكن هناك صعوبات في البداية، ثم أصدرت دستور المهنة في 4 أغسطس 1958، وإذ بنا نفاجأ بالزلزال الكبير والزلزال العظيم الذي جاء تحت اسم نقابة التجاريين. ونقابة التجاريين جاءت لتأخذ القديم والحديث وتضيف كل من هو حاصل على مؤهل تجاري متوسط وفوق المتوسط وعالي، في محاولة لضم كل هذا العدد الضخم. فكانت في البداية ظهرت نقابة التجاريين وانتهى عمل أو أدمجت ضمنها نقابة المحاسبين والمراجعين. فالفترة من صدور قانون النقابة حتى 2002 حوالي 30 سنة تاني ضعفت النقابة ومن ثم المهنة. ثم عاد القرار الجمهوري، أعاد إصدار أو صدر القرار الجمهوري لينشئ أو ليقرر إنشاء شعبة
لمزاولي المهنة الحرة المحاسبة والمراجعة في محاولة لإعادة كيان المزاولين ويكون لهم شعبة مستقلة داخل نقابة التجارية. من بداية الشعبة بدأت الشعبة في كنف النقابة وفي زخم النقابة أيضا لم تستطع النهوض لأنه كان عندها يعني ولدت أيضا ضعيفة، فظل العطاء محدودا وزملاء تناوبوا عليها، وكان يجب أن تحل محل نقابة المحاسبين والمراجعين في المهام المنوطة بها. فإلى أن تم، بنشكر الزملاء، تجميع مجموعة مهنية أكاديمية إقليمية يعني متنوعة، جهاز مركزي، هيئة رقابة مالية في مجموعة، وشكل مجلس إدارة جديد لهذه الشعبة. وعندما التقينا معا كان هناك إجماع على يجب أن نفعل شيئا، والبداية هو المهمة والتحدي الأول كان هل سنظل نعمل بهذا القانون الذي أصبح غير صالح للممارسة في هذا الوقت. فكان هناك إجماع على أننا فعلا في حاجة إلى صياغة قانون. لم تكن هذه فكرة الشعب وقتها كما تعلمون، كانت هناك مجموعة من المحاولات السابقة والمتكررة لصياغة مشروعات قانون، وشاركت فيها في أحد هذه المشروعات سابقا، وعملنا ندوات للحوار في جامعة عين شمس إلى آخره، ودخل المشروع مجلس الشعب وقتها وأجيز منه عدد كبير من المواد، حوالي 42 من 58، قارب القانون على الإصدار، وإذ بنا نجد ظاهرة خاصة تحدث لأول مرة، القانون طلب أن يتوقف مناقشته ويسحب، أو بعد كده لأن أصحاب المهنة مختلفين في شأنه، ده المشروع وصل واعتمد مجلس وتم التصويت مادة مادة إلى 42، في حادثة غريبة توقف المشروع ولم يرى النور ولم تستكمل مناقشته نتيجة لبعض أمور خلافية قد تكون وجهات نظر بين جماعات معينة. كان يعني في رأيي أن رئيس مجلس الشعب كان في الوقت ذا الدكتور أحمد فاسر كان بالإمكان أن يستمر في مناقشة القانون، لكن القانون أعيد فين؟ توقف ونزل في محطة ما عرفناش بعد كده وراح فين. فطبعا دي سابقة غريبة تشير إلى المناخ ليس صحيا والتسامح مفقود، لأن البعض قال هذا الكلام لأمور شخصية، وكيف يدخل القانون ويناقش بهذا الشكل ويسحب أو يتوقف باقي المناقشات. فأعيدت الكرة وجاءتنا منحة من أسبانيا لتطوير المعايير وتطوير المهنة وتحسينها، ظلت الأمور حقيقة تراوح مكانها إلى أن تم الزملاء طلبوا مني تكليف أن أشارك معهم في هذه الشعبة، وبدأنا نفكر في أن نلملم المشروعات السابقة والأفكار السابقة والدول العربية التي بدأت متأخرة جداً لديها جمعيات مهنية أصبحت على مستوى متقدم وتصدر معاييرها أولاً بأول، والحقيقة إصدارات بتجيلي. أصبحنا في موقف حرج بعد أن كنا نعطي ونقدم ونعلم ونطور ونفكر لهم، أصبحنا الآن نتلقى منهم مطبوعات، والمهنة بقت في خطر حقيقي. فوافق الزملاء وتحمس الجميع، واختير الأستاذ المرحوم عماد حافظ راغب، فقلت له لي حظ أن أعمل معك ومع الوالد العزيز. فكان والده، كنا ثلاثة أعدينا ما سمي بالمساق العام لأداب وسلوكيات مهنة المحاسبة والمراجعة الذي صدر عن المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في مارس 93. فهذا الجهد الجديد كل الأستاذ عماد شاركه مجموعة من الزملاء في الشعبة،
إخوة أعزاء، خبرة عالية، دكتور مصطفى عبد القادر، دكتور خالد حجازي، دكتور عبد الرسول، الأستاذ عماد، وأضيف إليهم الأستاذ خالد والأستاذ أسامة إيميل. حقيقة نخبة متنوعة الخبرات ومخلصة العطاء، وتركناهم واجتمعوا أكثر من 25 اجتماع، هم قالوا 27 اجتماع، في محاولة لقراءة المشروعات القوانين السابقة وقالت ما يصلح منها يفرغوه وما يمكن أن يضاف أو يعدل، ومناقشات كثيرة إلى أن وصلوا إلى تصور مبدئي عن كيف يكون المشروع. وبدأنا في التعرف على هذا الجهد الكبير، وقلنا أن المبادئ الأساسية التي يجب واستند فعلا المشروع إليها تتلخص في 8 مبادئ أساسية، يمكن في عجالة كي لا أطيل عليكم. فقلنا في المبدأ الأول هنا الحرص على مسايرة المتغيرات المحلية والإقليمية والأجنبية المؤثرة على المهنة بعد مضي 70 عاماً على القانون الحالي. ده المبدأ الأول. المبدأ الثاني الحاجة إلى إنشاء مجلس أعلى للمحاسبة والمراجعة لتنسيق الجهود بين الجهات المهتمة بأمر المهنة ووضع السياسات الكفيلة بالنهوض بمستوى الممارسة. المبدأ الثالث التأكيد على دور النقابة في متابعة ومساءلة المحاسبين لدى الجهات المختصة. وكما تعلمون في لقائنا مع الوزير، وزير المالية من شهور، طلبنا، قلت له أن المسألة صدفة تاريخية، الأصل في الترخيص ومتابعة أداء الأعضاء هو نقابتهم، النقابة المتخصصة، والأصل أنه ولا يجوز أن تكون الترخيص لمزاولة المهنة من جهة حكومية. فقلت له أنه للأسباب التاريخية السابقة أن القانون صدر عام 51 ولا توجد نقابة تعطي رخصة. جمعيات المحاسبين والمراجعين أسبق ب5 سنوات وصدر بها أمر بإنشائها أمر ملكي في عام 46، إلا أن ليس من مهام الجمعية الترخيص بمزاولة المهنة. فهو القانون فصدر أمام هذا، وأن وزير المالية بصفته رئيس الأعلى لنقابة التجاريين فأنيط بوزارة المالية أن تنشئ سجلا لمنح التراخيص في غياب نقابة متخصصة في ذلك الوقت. فنبقى احنا عارفين. فكلمت الوزير، حقيقة تحدثت معه في هذه الناحية، فكان الوزير يعني في إجابتي واضحا وقال احنا لك الحق، وانا لست حريصا على ان يبقى السجل في وزارة المالية، وهذا حق النقابة ولا مانع لدي من نقل السجل الى النقابة. فكنا هذا المبدأ، التأكيد على دور النقابة بدءا من منح التراخيص ومتابعة ومساءلة المحكمة يحدث بالنسبة لأي نقابة أخرى. فحرصنا في هذا أن احنا ناخد الموافقة ونحاول في مشروع القانون نؤكد على ذلك، أن النقابة هي بيت المحاسبين وهي الأساس في كل في التراخيص والمساءلة كما قلنا. مبدأ آخر هو مع تشعب ومع الحاجة إلى أن نتوسع نسبيا في الجداول، والطلب زاد على العرض، فكان هناك انتهينا إلى أنه مبدأ مؤداه التوسع في الجداول الخاصة بمزاولة المهنة بما يحقق تلبية التنوع في الطلب على المهام المطلوبة من المحاسب. واستحدثنا سجل، فكرة سجل لغير المستشغلين، وسجل لخبراء الضرائب، وسجلات متدرجة حسب المؤهلات والخبرة تلبي. وكان هذا ضروريا، وأعتقد ده كان التوجه الموجود. رابعا تفعيل دور المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين في مجالات التدريب والتعليم المستمر، والتواصل مع الجهات المحلية والأجنبية بعد توقف دام لأكثر من 7 سنوات. ثم مبدأ آخر الحرص على عدم الإضرار بحقوق الأعضاء
الحاليين، لأن البعض متوجس خيفة لما بيتقال فيه امتحانات، الذي اكتسب وضعا بقانون لن يضار بصدور القانون الجديد. لذلك قلنا من المبادئ المشروع الذي يعد يجب أن يعطي فترة انتقالية لتطبيق أحكام القانون عقب صدوره، واللجنة الموقرة حرصت على أن يتضمن المشروع كل هذه المواد السبعة أو الثمانية، لكن النهاردة بس عرضت عليهم فكرة كمان مؤهل جديد صدر أو حدث في الجامعات المصرية ما يسمى ماجستير المهني في المحاسبة، وقلنا للجنة المشروع نفكر معا كيف سنعامل هؤلاء عندما يتقدمون إلى الجهة المختصة بمنح التراخيص للمزاولة هذا المؤهل الجديد الذي لم يكن قائما، فيجب أن نعنى بمعالجته. كانت هذه الأمور الحقيقة مجرد أسس رعناها، وزملائنا خدوا أو هذه المبادئ اتفقنا عليها في البداية فصاغوا القانون في سبع أبواب لتلبية أو لتطبيق هذه المواد الثمانية، والجهد فيه الآن في النهاية، وجهد كبير 27 جلسة، كل جلسة ساعات ونقاشات وحوارات ويعني خناقات خفيفة وعتاب وإلى آخره، شيء جميل. يجب أن نشكر زملائنا دول ونحييهم ونشد على أيديهم، لأن أصبح النهاردة اللي بيعمل عمل ودون مقابل، والجميع يعمل في هذه الشعبة الحمد لله دون مقابل في أي شيء، ليس لها أي مقابل، مجموعة متطوعة لخدمة بلدها وخدمة مهنتها، فبكرر الشكر لهم جميعا. وإن شاء الله كده نطمع الظروف اللي حدثت الأخيرة حالت دون استكمال، والجميع مدعو إن شاء الله عندما نفرغ من ما يمكن أن يعرض على الزملاء لنستمع إلى آرائهم قبل أن نتوجه بمشروع القانون إلى الجهات المختصة. كل الزملاء الجمعيات، ما إحنا فريق من الناس تطوع وتبرع لإعداد هذا العمل بصفة مبدئية، كل من لديه رأي من الزملاء المهنيين ممثل في فرد أو في جمعية أيا كان مسماها، هنأخذ هذه الآراء ونجمعها، ومن خلال نقابة التجارين نبدأ مسيرة هذا المشروع لعله يرى النور في أقرب فترة ممكنة إن شاء الله، ويعود بالخير على الجميع. نشكركم ونعطي الكلمة للزملاء الدكتور مصطفى أو الأستاذ عماد لاستكملة الندوة، وبنرحب الأستاذ عبد القدوس وصل من الطيارة، هو دكتور عبد الرسول. طبعا فاضل. نشكر حضرتك يا دكتور على العرض الوافي، ويعني طبقا لما هو مقرر دكتور عبد الرسول يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كالسيد الرئيس والزملاء أعضاء مجلس الشعبة توجهنا بخالص العزاء لأسرة المرحوم الأستاذ عماد راغب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدله دارا خيرا من داره، وأن يبدله أهلا خيرا من أهله، إن كان محسنا فيزيد في إحسانه، وإن كان مسيئا يتجاوز عن سيئاته. وأنا الحقيقة أول مرة قابلت الأستاذ عماد راغب كان سنة 2007، وكان بداية تعاون مهني، لأن إحدى الشركات المتخصصة في العقارات في الإمارات العربية المتحدة عندما رغبت في العمل في مصر طلبت مني بعد الاتصال بعدد من مكاتب المحاماة تأسيس شركة لهم، فأسستها، وكان أحد شروطهم أن يكون معي مراقباً للحسابات أحد المحاسبين من مكتب المحاسبين المتضامنين إرنست أند يونغ. فقابلت الأستاذ عماد راغب، وكان هذا أول تعاون مهني، وبسببه
قيدت هذه الشركة كرابع شركة في مصر في مجال التمويل العقاري، وقيدت أنا في سجل مراقبي حسابات الهيئة العامة للتمويل العقاري حينئذ أنا وأخي العزيز الأستاذ ممدوح أبو السعود. أسأل الله عز وجل أن يتقبل عزاءنا وأن يلهمنا وآله الصبر والسلوان. كان رجلا كما قلت له مكانته في المهنة، وعلى المستوى الشخصي كلنا كنا نعز والده المرحوم الأستاذ حافظ راغب، أول رئيس لمجلس هذه الشعبة لمدة ثلاث دورات متتالية. عندما يأتي نصيبي في الحديث عن بعض ملامح المشروع، أقول لزملائي المحاسبين في مصر من أقصاها إلى أقصاها، كما قال أخي الكبير الأستاذ الدكتور محمود الناغي، هذه الملامح وهذا المشروع لقانون مزاولة المهنة الجديد كان بين يدي رجال مخلصين، وإن كنت واحداً منهم، لا نزكي على الله أحداً منا، ولكن عملنا بإخلاص لكي نرتقي بمستوى المهنة ومستوى زملائنا المهنيين. أهم ما يميز هذه الملامح وهذا المشروع لقانون بعض الملامح الأساسية التي ألفت النظر لها. كنا في القانون 133 لسنة 51 عندما نتحدث عن المحاسب، فإننا نتحدث عن شخص طبيعي يزاول نشاطه في مجال المحاسبة والمراجعة منفردا. أما في هذا المشروع فإن المحاسب قد يكون شخص طبيعي وقد يكون شركة محاسبة ومراجعة. شخص طبيعي هو المحاسب تحت التمرين أو المحاسب القانوني المزاول أياً كان السجل الذي يقيد فيه، أو المحاسب القانوني غير المزاول، أو خبراء الضرائب في السجل المستحدث كما أشار أستاذنا الدكتور محمود النام. أما شركة المحاسبة والمراجعة فهي شركة مدنية مهنية تنشأ طبقاً للتعريفات الواردة في هذا المشروع بين المحاسبين القانونيين المعتمدين لمراجعة شركات الأموال، وسينشأ لهم في النقابة سجل خاص تقيد فيه هذه الشركات. المحاسب بصفة عامة في هذه الملامح أو هذا المشروع أهم 10 سمات تميزه أو تحكم أداؤه ما يلي: نمرة 1 حظر مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من السجل العام. نمرة 2 الالتزام بالقوانين واللوائح مع اتباع نظام الجودة، ويمكن زي ما الدكتور خالد حجازي أخي العزيز ما قال يميز هذا المشروع أنه يتبع نظام الجودة، أنه يطلب من المحاسب أن يكون على درجة عالية من الاستقلالية، من الالتزام بأداب وسلوك المهنة، من مراعاة تعارض المصالح، من المحافظة على أسرار العملاء، من التدريب والتعليم المهني المستمر حتى يكون على كفاءة ولديه ملاءة مهنية مناسبة. وعشان كده أهم هذه الأحكام حظر مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص من السجل، نمرة 2 الالتزام بالقوانين واللوائح واتباع نظام الجودة، نمرة 3 الالتزام بالاستقلالية وآداب وسلوكيات المهنة، نمرة 4 التفرغ الكامل لمزاولة المهنة باستثناء بعض الوظائف زي أعضاء التدريس في الجامعات والمعاهد العليا، حيث يسمح لهم قانون تنظيم الجامعات والمعاهد العليا بمزاولة المهنة إلى جانب وظائفهم في الجامعة أو المعهد. على سبيل المثال احنا المادة 100 من قانون تنظيم الجامعات 49 لسنة 72
سمحت لي انا والدكتور محمود الناغي والدكتور خالد حجازي اننا نزاول المهنه بشرط ان يكتسب المرخص له خبره عمليه تساعده في عمليه التدريس. يعني لا يمكن ابدا اننا نقول واحد زي استاذنا الدكتور الناغي او اخي الدكتور خالد حجازي او العبد لله اننا ندرس محاسبه او مراجعه او ضرائب زي بقيه زملائنا الاكاديميين الذين لا يزاولون المهنه. نمره 5، مراعاه عدم القيام باعمال المراجعه دون ان ناخذ في الاعتبار عدم وجود تعارض في المصالح. يعني ما ينفعش اراجع شركه فيها احد افراد اسرتي حتى الدرجه الثالثه مثلا. نمره 6، عندما يسمح للشركاء في شركات المحاسبه والمراجعه بمزاوله المهنه يكونوا مسؤولين بالتضامن عن هذا العمل تجاه الغير، لكن المسؤوليه الجنائيه ان وقعت تكون في حق الشريك الذي وقع على العمل او تقرير المراجعه مثلا. نمره 7، المحافظه على اسرار العميل الا اذا تعلق الامر بجنايه او بحكم قضائي او بوحده الرقابه لمكافحه غسل الاموال مثلا اللي انشئت في البنك المركزي وفقا لاحكام القانون. نمره 8، ممكن المحاسب يحبس اوراق العمل عنده ما يديهاش للعميل لان العميل رفض يسدد الاتعاب، فيجوز له انه يحبسها عنده لحين سداد الاتعاب لكن لفتره لا توقع ضررا على العميل او على المحاسب. نمره 9، وده موضوع جديد عملته هيئه الرقابه الماليه واحنا بنحدث بياناتنا فيها السنه دي والسنه اللي فاتت، عمل بوليس التأمين على مخاطر المهنة عن أعمال المراجعة. ممكن أي حد فينا يقع في خطأ، ربما يرجع العميل عليه ويطالبه بمسؤولية مدنية، عشان كده بيتم عمل بوليس التأمين ضد على مخاطر المهنة. نمرة 10، ودي نقطة بتمثل ضمانة لزملائنا المحاسبين، وهي عدم جواز الحجز على مكتب المحاسب القانوني أو شركة المحاسبة والمراجعة أو التحقيق مع أحد المحاسبين إلا بعد إخطار النقابة وحضور النقيب أو أحد المحاسبين القانونيين أو المحامي. ويمكن أستاذنا الدكتور محمود والأستاذ عماد في أكثر من موقع قالوا إن إحنا لما بعض الزملاء أحيلوا بقرار من وزير المالية للنيابة، المجلس الشعبة قدم للنائب العام كتاب يذكروا فيه بأن المادة 70 من قانون النقابة 40 لسنة 70 توجب قبل بدء التحقيق مع المحاسب كعضو نقابي اختار النقيب ليحضر التحقيق أو ينيب أحدا لحضور التحقيق مع المحاسب عشان نشوف هل المنسوب للمحاسب فعلا في مخالفة لعمله ومزاولته المهنة من عدم. طبعا في ظل هذه الملامح انشئت لجنه قيد، وزي الدكتور محمود ما قال في لقاء الدكتور محمود والاستاذ عماد الجندي والاستاذ عادل ياسين مع الوزير عند ابلاغه بتشكيل الشعبه الخامس، طرحت فكره ان النقابات كلها سجل القيد موجود فيها فيما عدا سجل المحاسبين. فوزير الماليه وافق على نقل سجل المحاسبين من الوزارة إلى النقابة، وده بيحقق نوع من الاستقلالية للنقابة، وزي الدكتور خالد حجازي ما قال دلوقتي عشان ما نفاجأش بإجراءات بتتخذ من خارج أسوار النقابة ضد المحاسبين أعضاء النقابة. فلجنة القيد في ملامح مشروع القانون الجديد في السجل العام للنقابة برئاسة رئيس الشعبة وممثلين لبعض الجهات منهم الشعبة والجهاز المركزي للمحاسبات، مصلحة الضرائب، وزارة المالية، مستشار من مجلس الدولة، وللجنة أن تستعين ببعض الخبراء أو الاستشاريين حفاظاً على وطنية المهنة. هناك شروط لقيد المحاسب عندما يتقدم للجنة القيد، أهم هذه الشروط العشرة ما يلي:
نمرة واحد أن يكون مصري الجنسية. فحتى الآن لا يسمح للأجانب بمزاولة المهنة في مصر. نمرة اثنين أن يكون كامل الأهلية. نمرة ثلاثة لم تصدر ضده أحكام تأديبية في جناية أو جنحة ماسة بالشرف. نمرة أربعة أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة أو درجة معادلة من المجلس الأعلى للجامعة. نمرة خمسة أن يكون عضواً بالنقابة. نمرة ستة أن يكون مشتركاً في نظام التأمينات الاجتماعية. نمرة سبعة أن يكون متفرغاً للمهنة باستثناء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات. نمرة ثمانية المزاولة بصورة جدية. نمرة تسعة استيفاء بعض الاشتراطات للانتقال بين السجلات، المدد البينية، الاختبارات، التدريب والتعليم المستمر اللي بيتطلبه القانون لكل سجل. أيضا بالنسبة للوظائف النظيرة، اجتياز دورة تدريبية في المحاسبة والمراجعة والضرائب بما يتناسب مع هذه الوظائف. يعني زي ما هنتكلم دلوقتي في السجلات هنلاقي الدورات ديت هتتعمل ازاي. السجلات النوعية اللي انشأت وفقا لملامح مشروع القانون الجديد 7 سجلات على سبيل الحصر. اولها سجل المحاسبين والمراجعين تحت التمرين، وده احتفظ مدة التمرين فيه 3 سنين، لكن في نهاية ال3 سنين يلزم للمحاسب تحت التمرين أن يجتاز اختبار تمهيدي. وطبعا مين اللي هيعمل الاختبار؟ لجنة الامتحانات اللي الدكتور خالد اتكلم عنها، وهي لجنة منبثقة من المجلس الأعلى للضرائب. وبيجتاز المحاسب أيضا تحت التمرين دورة تدريبية وتعليم مهني مستمر في أحد الكيانات المعتمدة. يعني ممكن يجي المجلس الأعلى للجامعات يقول والله الامتحان ده هيتعمل في النقابة، هيتعمل في جمعية الضرائب، هيتعمل في الجمعية المصرية للمحاسبين، هيتعمل في جمعية المحاسبين المراجعين المصرية، هيتعمل في الجمعية المصرية للمالية العامة وللضرائب. الجهات المعتمدة سوف تجرى فيها الامتحانات. المحاسب تحت التمرين لن يفتح مكتبا باسمه، ولكن سيتعامل كوكيل عن المحاسب. طيب هل يظل تحت التمرين للأبد؟ قال لك لا، قال لك هو مدته 3 سنين، في نهايتها هيقدم طلب نقل. طب نفترض انه قعد 6 سنين ما قدمش طلب نقل، سيتم استبعاده من السجل الا اذا تقدم بطلب وقال انا عاوز ارجع تاني. لجنة القيد تديله مهلة سنة يتقدم فيها للنقل من سجل المحاسبين تحت التمرين الى السجل العام. وطبعا دي هتكشف بعض الناس اللي بيتم قيدهم في السجل وهم مش موجودين في مصر ومش ملتحقين بالمكاتب، ودي حالات كثيرة معظمنا يعلمها. السجل الثاني سيخصص لمراجعة حسابات المنشآت الفردية وشركات الأشخاص. منشأة فردية بتزاول نشاط تجاري أو صناعي أو مهني، شركة أشخاص تضامن أو توصية بسيطة أو شركة واقع. مين اللي هيتقيد فيها؟ اللي قعد 3 سنين تحت التمرين، هيخلصهم ويروح يتقيد. عشان يتقيد يكون قضى مدة التمرين ويجتاز اختبار محدد موحد المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة هيحدد. طيب واللي هيتقيد ويجتاز هذا الامتحان والدورة هيبقى له الحق في مراجعة القوائم المالية للمنشآت الفردية وشركات الأشخاص والجهات التي لا تهدف إلى الربح، الجمعيات الخيرية، جمعيات تنمية المجتمع، النوادي، مراكز الشباب وهكذا. وطبعا الجديد في مشروع القانون إن كل من يقيد ويزاول المهنة سيؤدي قسما أمام 3 من أعضاء مجلس الشعبة أن يحترم الدستور وأن يحترم القانون وأن يحترم ميثاق أداب وسلوكيات المهنة وأن يؤدي هذه المهنة بالذمة والأمانة والشرف. طيب اللي حيراجع منشآت فردية وشركات الأشخاص بعد 3 سنين من حقه ينقل لشركات أموال، ودي المدة اللي كانت 5 سنين في القانون الحالي.
تم اختصارها إلى 3 سنوات، بس هيقدم متطلبات منها إنه اشترك في مراجعة 3 شركات أموال على الأقل خلال فترة وجوده كمحاسب لمنشآت فردية وشركات أشخاص، وسيجتاز دور التدريب مهني وتعليم مستمر والاختبار الموحد اللي هيعمله المجلس الأعلى. وباجتيازه هذه المتطلبات هيراجع بقى كل المنشآت الفردية وشركات الأشخاص بالإضافة إلى شركات الأموال اللي هي شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركات الشخص الواحد. الناس اللي تقيدوا في شركات الأموال مشروع القانون أجاز لهم أنهم يعملوا شركة محاسبة ومراجعة، والشركة دي هيتعمل لها سجل في النقابة تقيد فيه. هتنشأ بين مين الشركة؟ بين محاسبين قانونيين لهم حق مراجعة شركات أموال. يبقى الناس اللي بيراجعوا منشآت فردية وشركات الأشخاص لن يكون لهم هذا الحق. طب الشركاء في شركة المحاسبة والمراجعة مسؤولين بالتضامن، ولا يجوز للشريك مزاولة المهنة منفردا. يبقى هم رغبتهم من البداية يدخلوا شركة مع بعض، يتم العمل باسم الشركة، ولكن الشريك اللي هيوقع هيكتب اسمه تحت اسم الشركة. ولا يجوز للشريك إن يشترك في أكتر من شركة، وطبعا في كل الحالات سيستوفوا معايير الملاءة المهنية. الجديد بقى في مشروع القانون ده إن إحنا كلنا كنا بنعاني من السجلات الخاصة اللي موجودة في البنك المركزي والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة المالية والمنطقة الاقتصادية الخاصة بتاع قناة السويس، وهذه السجلات كلها مشروع القانون جابها هنا وسماها كيانات اقتصادية متخصصة أو كيانات منفعة عامة. مين اللي هيتأيد فيها؟ الناس اللي هم بيراجعوا شركات أموال من حقهم ينضموا ويراجعوا الكيانات ديت، بشرط إنهم يستوفوا تدريب مهني وتعليم مستمر، إنهم يجتازوا اختبارات، إنهم يستوفوا الضوابط وشروط القيد بالسجل بالتنسيق مع جهات الإشراف في المرحلة الانتقالية. والمرحلة الانتقالية ديت اللي تم فيها المحافظة على حقوق الناس، يعني الناس اللي متأيدة في البنك المركزي أو الرقابة المالية أو أي سجلات خاصة أو الجهاز المركزي للمحاسبات هيفضلوا زي ما هم في مكانهم حفاظاً على مراكزهم المكتسبة. والفترة الانتقالية ديت هتقعد 3 سنين لغاية المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة ما يكون عمل إجراءات القيد في جدول الكيانات الاقتصادية المتخصصة. كلنا بنشتكي إن بعض زملائنا اللي بيخرجوا من وظائف نظيرة وأهمهم الضرائب إنهم ما بيبقوش معظمهم على دراية كاملة بمعايير المحاسبة أو بمعايير المراجعة، فأنشئ سجل خاص لخبراء الضرائب مخصص أساساً لزملائنا العاملين السابقين في مصلحة الضرائب، بشرط إن يكون في فترة عمله في المصلحة كان بيعمل في مجال الفحص. يعني ما جيبش واحد شغال في الحجز والتحصيل، ما جيبش واحد شغال في شعبة الحصر والمعلومات، ما جيبش واحد في التنفيذ الجبري، لا، لازم يكون في مجال الفحص. وهيتقيد في السجل ده أو محاسب تحت التمرين من الأول قال أنا مش عاوز أشتغل محاسب وراجع معايير ومحاسبة ومراجعة، نقول له ادخل في سجل الضرائب. أو أي واحد متقيد في السجل من دول وقال لا أنا عاوز أقصر عملي على مجال الضرائب، نقول له روح اتقيد فيه. فالذين يرغبون في العمل في مجالات الضرائب فقط سيقيدون في هذا السجل، وحيجتازوا برضو اختبارات. يعني هنديهم دورة في الضرائب، قيمة مضافة، دخل، كسب عمل، خصم وتحصيل، الكلام ده كله. طيب نفترض ان حد من سجل خبراء الضرائب دول عاوز يراجع منشآت فردية، عاوز يراجع شركات اموال، عاوز يراجع كيانات اقتصادية متخصصة، يروح يجتاز بقى شروط الملاءة المهنية والاختبارات والتدريب المهني لهذه السجلات. اخر سجل عندنا سجل غير المزاولين. طب مين اللي هيتقيد في سجل غير المزاولين؟ واحد متقيد في اي سجل من دول وقال لا انا خلاص تعبت وعاوز ابطل مزاولة المهنة، يقدم طلبه يتقدم في سجل غير المزاولين يتقيد فيه.
واحد محاسب تولى منصب عام، وزير، نائب وزير كذا، نقول له ماشي روح اتقيد في سجل غير المزاولين. واحد لم يستوفي شروط التدريب والتعليم المهني المستمر يتقيد في سجل غير المزاولين. واحد لجنة القيد لقت انه مخالف ولا يتبع اداب وسلوك المهنه وعنده ملاحظات كتيره في عمله، تنقله لجنة القيد في سجل غير المزاولين، ومن حقه انه يتظلم، فاذا قبل تظلمه يرجع، لم يقبل تظلمه من حقه يطعن امام محكمه القضاء الاداري. يبقى في تنظيم جديد اساسه التدريب والتعليم المهني المستمر، وده نظام مش جديد وانما نظام موجود في دول العالم المتقدمه اللي بتحافظ على الرقي في المهنه فيه. اخيرا من ملامح الفتره الانتقاليه انه القانون ده اما هيتقدم لمجلس النواب بعد ما ياخد دورته التشريعية المختلفة، هيجي ناس يقول والله احنا موجودين في السجل تحت التمرين، امتى ننتقل لشركة اشخاص؟ نقول له ما انت كان لك 3 سنين هتكملهم. واحد متقيد في سجل شركات اشخاص كمحاسب قانوني وعاوز ينقل شركات اموال، نقول له انت كان مدتك 5 سنين كملهم. طب هو عاوز يختصر المدة، نقول له خد الاختبارات والتدريب والامتحانات اللي عملها القانون الجديد عشان تختصر المدة، بس بشرط ألا تقل مدتك عن 3 سنوات قيد في جدول شركات الأشخاص. زي ما شايفين هذه الملامح تحافظ على المراكز القانونية للمحاسبين، تضمن تطبيق نظام الجودة، تضمن تطبيق نظام التدريب والتعليم المهني المستمر. نأمل أن هذه النقاط الأساسية تكون أساس للرقي بالمهنة ولرفع كفاءة المحاسبين، وطبعاً هيكون عامل أساسي لرفع هذه الكفاءة التدريب والتعليم المستمر اللي هيتعمله دورات، واللي بسببها بحمد الله عاد المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ليكون الذراع التدريبي للشعبة والنقابة. وزي الدكتور محمود والدكتور خالد والأستاذ عماد ما قالوا، هذه الملامح ليست نهائية وإنما قابلة للنقاش، وإن شاء الله عندما تطرح هذه الملامح للحوار المجتمعي سنعقد جلسات استماع في الشعبة مع الجمعيات ومع زملائنا المحاسبين أفراد أو جمعيات للاستماع لوجهة نظرهم وصياغة المشروع في شكله النهائي حتى يأخذ طريقه عبر القنوات الشرعية. أشكرك يا أستاذ عماد. أشكر حضرتك يا دكتور، ويعني معنى كده إن إحنا نطمن زملائنا إن المراكز القانونية ليهم سواء كانوا محاسبين تحت التمرين أو محاسبين مقيدين شركات أشخاص أو شركات أموال، المراكز القانونية محفوظة للجميع، وإنه طبقا لمشروع القانون الجديد تبعية سجل المحاسبين والمراجعين هتنتقل لنقابة التجاريين، هيكون في تدريب وتعليم مهني مستمر بيشرف عليه المجلس الأعلى للمحاسبة والمراجعة، يعقوبه بعد كده أداء امتحانات عشان الترقي بين الجداول المختلفة. يعني فكرة الجداول برضو يمكن أخونا العزيز الأستاذ طارق السرفي يقولها، وإحنا ممكن الواحد يشترك في عدة سجلات. طبعاً فضل أستاذ طارق، يعني إيه اشترك في عدة سجلات من شاهم؟ هو يمكن يعني ما خدش باله بس إن السجلات تعتبر متدرجة فيما عدا سجل وحيد، هو سجل الكيانات المنفعة العامة أو الكيانات الاقتصادية المتخصصة، اللي هو بيتطلب بعض الملاءة المهنية بالإضافة لكونه محاسب قانوني شركات أموال. لكن عادةً القيد بيبقى في سجل واحد، يعني لو المحاسب تحت التمرين فهو مقيد في سجل تحت التمرين، في شركات الأشخاص بيبقى تحت الأشخاص وبيبقى في جدول الأشخاص وهكذا. يمكن السجل الوحيد بس اللي بيتطلب بعض الملاءة المهنية هو سجل مراجعة الكيانات الاقتصادية المتخصصة أو اللي مقترح يعني إنه يكون، علشان نبقى في الشكل ده جمعنا تقريبا كل السجلات تحت عباءة لجنة القيد. هو الأستاذ طارق طالب بس حضرتك تفتح له الصوت
عشان يوضح سؤاله يا أستاذ عماد؟ احنا هنفتح الصوت في الاخر يعني، يعني استاذنك بس. طيب. هنفتح الصوت لزملائنا في الاخر. طيب. احنا بس يعني نستكمل الاول مداخله كده من اخونا العزيز الاستاذ ممدوح ابو السعود عضو مجلس اداره الشعبه. اتفضل يا استاذ ممدوح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جميعا. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحقيقه الموقف جلل وصعب عليا جدا ان أدخل في هذه المداخلة بهذا اليوم الحزين جدا علي أنا شخصيا. فأستأذنكم بس في البداية نستفتح هذا بالدعاء لأستاذنا الفاضل الأستاذ عماد راغب رحمة الله عليه. اللهم يا حنان يا منان يا واسع الغفران، اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجعل كل ما قدمه إلينا وإلى المحاسبين والمهانيين في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون، واجعل ما قدمه صدقة جارية وعلم ينتفع به. الحقيقة أنا شخصياً لي مواقف خاصة مع الأستاذ عماد راغب رحمة الله عليه، بدءاً من والده الأستاذ حافظ راغب وعمه الأستاذ مصطفى راغب. الأستاذ عماد راغب أذكر له في يوم من الأيام الأستاذ أحمد عوض، كان مدرباً في جمعية المحاسبين والمراجعين وما زال، وطلبت منه إلقاء مادة علمية لينا بصفة خاصة كمجموعة من المحاسبين المزاولين. فالحقيقه الاستاذ احمد عوض كان بكل ادب واحترام قال لي يا استاذ ممدوح انا لازم استاذن الاول الاستاذ عماد راغب. فقلت له استاذن. فلما استاذنه استاذ عماد راغب رحمه الله عليه بعت رساله لينا وقال له اهلا وسهلا بالاستاذ ممدوح ابو السعود وزملائه وضيوفه في مكتبنا، يجي اهلا وسهلا هو وزملائه. هي كانت مفاجأة يعني صارة جدا 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 ليا وزملائي، وحسيت ان انا يعني كبرت قوي 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 بالاستاذ عماد. هي رحنا مكتبه في ارنست، والحقيقه كان استقبال حافل جدا لينا وزملائنا جميعا. استاذ احمد عوض قام بتدريس الماده العلميه على مدار يوم علمي تدريبي هايل، استفدنا جدا جدا كلنا منه، والحقيقه اكرمنا اكثر الاستاذ عماد راغب رحمه الله عليه بكرم الضيافه كمان، بان هو بعت لنا الفطار كامل ليا ولزملائي كلهم، ونزلنا في اليوم ده الحقيقه اخذنا علما للعقل وغذاء للبطن كما يقولون. الحقيقه الموقف الثاني اللي مع الاستاذ عماد راغب يوم وفاته ويوم دفنه. يوم وفاته ويوم دفنه ده كان يوم غريب جدا، يعني أنا كنت رايح وعمال أدور هو فين مدفن الأستاذ راغب، فين مدفن عائلة راغب. أنا فوجئت لقيت الأستاذ عماد راغب بيدفن في مدافن زوجته، وإن دل ذلك يدل على مدى العلاقة والحنين بين الزوجة والزوج والعلاقة الصالحة فيما بينهما. اللقطة الثالثة الحقيقة اللي لفتت انتباهي يوم العزاء. يوم العزاء ده بالليل في فيليتو في 6 أكتوبر، أنا الحقيقة جسمي قشعر جدا 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 بكم الأطفال صبيان وبنات عشان جايين يقدموا واجب العزاء، وشكلهم الحزن مليهم كتير جدا. كنت حاسس بأن هم دول اتيتموا النهاردة، هم اتيتموش قبل كده، لأن هو كان بيرعى الأطفال الأيتام. فجزاه الله خيرا وربنا يا رب يجعله في ميزان حسناته ويعوضنا خير. الملفت الرابع حقيقة ما علمته وما وصل إلي عن الأستاذ عماد راغب وأنا في طريق إلى الجنازة أنه كان يعطي دروس علم، دروس علم في الدين. فجزاه الله خيرا، ناس حضرت وقالت لي إن هي كانت بتستفيد منه جدا 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 جدا. الحقيقة اللقطة اللي مش عايز عليها أقول بها الأخيرة، ولكنها إن شاء الله هي الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به. وأرجو من زملائنا في مجلس الشعبة إن هم يحافظوا
على اللجنة التي تبناها ودعمها الأستاذ عماد راغب، وهي اللجنة الاجتماعية لرعاية المحاسبين القانونيين، وهذا لم يكن حتى موجودا للأسف في النقابة ولا في أي مكان. فالحقيقة أنا لا أملك إلا الدعاء، ويعلم الله سبحانه وتعالى أن أول ما بلغت بخبر وفاة الأستاذ عماد راغب فجر اليوم وفاته، يعني كنت أدعو له وأنا ساجد، وأرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يتقبل مني الدعاء ويغفر له ويرحمه ويسامحه ويجازيه بالإحسان إحسانا، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، ويجعل كل عمل صالح قدمه لنا في ميزان حسناته. آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا وشكرا على هذه المداخلة. شكرا لك، وربنا يتقبل دعواتك ودعواتنا جميعا يا رب ان شاء الله. اسمح لي يا استاذ عماد بس ارد على السؤال ده لانه تكرر مرتين. بس يا استاذ طارق والاخ اللي سال، خلينا نقول ان اول خمس سجلات مرتبطين ببعض. الواحد هيبدا في سجل التمرين، انتقل من تحت التمرين هيراجع منشآت فردية وشركات أموال بالشروط والاختبارات والتدريب، خلص المدة وهيمتحن ويتدرب هيراجع شركات أموال، حب يعمل شركة مع محاسب زيه هيتقيد في سجل شركات المحاسبة والمراجعة، حب يراجع شركات من التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية أو البنك المركزي أو الجهاز المركزي هيستوفي الشروط للقيد في الكيانات المتخصصة. وطبعاً لما نمسك أعلى واحد يبقى هيراجع كل اللي قبله، بتاع شركات الأموال هيراجع أفراد وشركات أشخاص وهكذا. طيب واحد شغال في دول وقال خلاص أنا بطلت أنا عاوز أشتغل ضرائب بس، نقول له روح اتقيد في سجل خبراء الضرائب طالما مش عاوز تدريب وتعليم مهني مستمر والتجديد للرخصة من خلال التدريب والتعليم المستمر. واحد اتخرج من الضرائب وجاي يتقيد في السجل وقال لك لا أنا ماليش دعوة بمعايير المحاسبة والمراجعة والكلام بتاعكو ده، أنا هشتغل ملفات ضرائب بس، نقول له روح اتقيد في سجل الضرائب. ده معناه إنه هيفضل طول عمره في الضرائب لو رغب. طب لو قال أنا عاوز أراجع معاكو شركات أموال يروح يستوفي متطلباتها، عاوز اراجع شركات اشخاص يروح يستوفي متطلباتها. انما انت اوريدي يا طارق خلصت التمرين وخلصت منشآت فردية وبقيت في شركات اموال، يبقى بتراجع شركات اموال وضرائب. حبيت تعمل شركة مع محمد حسين يبقى هتعمله شركة وتتأهله في السجل، حبيته تتأهله للقيد في الكيانات الاقتصادية المتخصصة يبقى تاخد كله. جيت بقى في وقت من الأوقات قلت لا أنا مش عاوز أزاول، هتروح تتقيد في سجل غير المزاولين، أو تعينت وزير أو تعينت محافظ هتروح تتقيد في سجل غير المزاولين. أشكرك يا أستاذ عماد. شكرا يا دكتور. الدكتور مصطفى عبد القادر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني في البداية لا أجد الكلمات في التعبير عن يعني رحمة الله عليه الأستاذ عماد راغب، إلا أنا يمكن اتعرفت على والده قبل ما اتعرف عليه، لكن الحقيقة هو يمكن كان راجل أهم ما يتميز به تلقائيته في التعبير والانفعال، هو عفو في التعبير. الحقيقة يعني لم يتحدث معي شخص تعامل معه إلا ما شاهد به بالإحسان، والحقيقة إخلاصه وإحسانه في التعامل يعني ربنا يجعله في ميزان حسناته، ويمكن طبعا أسم من كل اللي قاله الأستاذ ممدوح أبو السعود، لأن الحقيقة يعني اقشعرت يعني بدلا أن كان يعني تصادف وجودي مع الأستاذ ممدوح برضو عند العزاء، فرحمة الله ربنا يرحمه ويجعل مأواه الجنة إن شاء الله، ويعني نستظل بأدائه الحقيقة، لأن هو كان نموذج، كان رئيس لجنة بحق، لديه غيرة عالية جدا 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 على المهنة، ويمكن ده اللي بيدعوني في الأول إن أنا بسأل. وكان دايما هو الحقيقة بيركز على الجزئية دي، أو كلنا بنمشي في ذات الاتجاه، لأن إحنا من هو اتجاه للآخر، يعني هل قوة
المحاسب في شخص المحاسب، ولا قوة المحاسب في المهنة ذاتها أو في الإعداد المهني؟ الحقيقة يمكن كان التركيز اللي بيقوم بيه أو اللي كان بيفكر فيه العقل الجمعي بالنسبة للجنة المكلفة هو إن مسألة الإعداد المهني هي العنصر الأساسي، هي اللي بتبني شخصية للمحاسب، علشان كده كان هناك حرص على التعرف على التجارب. طبعا بالتأكيد كلمة تجارب لا يعني أن احنا بناخد أفكار منبتة الصلة، لا، هناك ذاتية للمجتمع المصري. وبالتالي كان حتى الحقيقة الحديث عن المهنة كان يعني كل الملامح والسمات مع إرادة واحدة اجتمع عليها. يمكن أنا لم أشعر بأنه يعني كان حوار جامعي حقيقي، يعني لا نقدر، يعني ليس نتاج الشعبة فقط ولا نتاج الجمعية فقط، حتى الحوارات الجانبية اللي كانت بتتم بيننا وبين الأصدقاء كان ليها صدى الحقيقة في الخروج بقانون أنا أعتقد إن هو حيمثل نقلة بحق. يعني يمكن أساتذتي اتكلموا على، يعني متهيألي مش عايز أقول إن هم ما ادونيش فرصة أقول حاجة، بس أنا أعتقد إن هم كانوا موفقين جدا في عرضهم لأهم ملامح هذا القانون. يمكن أنا هركز على جزئية واحدة علشان أجد لنفسي كلمة، يعني وهي أن العنصر الأساسي اللي بيقوم عليه القانون فكرة الإعداد المهني الجيد، وزي ما حضراتكم عارفين وزي ما أشار الدكتور عبد الرسول أن القيد في السجل يتطلب درجة معينة من الإعداد المهني، الانتقال من جدول إلى جدول برضو بيتطلب يعني القيام باختبارات، هذه الاختبارات يمكن بيحددها المجلس الأعلى، بتنشأ بيه لجنة اسمها لجنة التدريب والتعليم المهني المستمر. هذه اللجنة بيحدد المهام الخاصة بها المجلس الأعلى، والحقيقة من خلال هذه اللجنة بيتم إجراء الاختبارات من خلال أزرع الإعداد المهني اللي هي ممكن تبقى موصلة في لجنة التدريب والتعليم المستمر والجمعية والمعهد اللي أشار لي الدكتور عبد الرسول واللي أشار لي الدكتور خالد، إنه أحد الأزرع الهامة في مشروع القانون. إذن التركيز على فكرة الإعداد المهني هي فكرة مهمة جدا جدا جدا، لأن لن تسترد المهنة قوتها إلا بقوة الأداء، بقوة الإعداد المهني. علشان كده أعتقد إن كل نصوص القانون بتتضمن الإشارة إلى لجنة التعليم التدريب والتعليم المهني المستمر، وما يمكن أن تضفي هذه اللجنة من برامج تدريبية، من مواد دراسية، من مقررات، من كيانات، ودايما في صلة. يمكن حاجتين برضو بسرعة، فكرة الرقابة نفسها على جودة أنشطة، ما بقتش المسألة هي مجرد أنشطة، الأنشطة احنا عارفين حضراتكم أنها متجددة بشكل كبير. علشان كده كان من أهم اختصاصات اللجنة التنفيذية الرقابة على جودة أنشطة المحاسبة والمراجعة، ووضع تنظيم إداري فعال بيسمح بتحقيق تعاون على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، من خلال مفيش خلاف على أن كل ده هينعكس في النهاية على جودة الأداء المهني. برضو فكرة يعني تعارض المصالح مش مسموح به، يعني في كل على مدار نصوص القانون وبصفة خاصة حتى فيما يتعلق بلجنة رقابة الجودة. برضو يمكن في نظام للمخالفات والعقوبات، على الأقل إن في لجنة اسمها لجنة الجزاءات التأديبية، هذه اللجنة بتتبع المجلس الأعلى، وأعتقد إن يعني ذاتية العمل وذاتية اللجنة أعتقد هيبقى بشكل مهم ضبط الأداء، حتى تناسب فكرة العقوبة اللي موجودة اللي أشار إلى جوانب منها الدكتور عبد الرسول. الحقيقة يعني أنا لا أجد ما أقوله أكثر من ذلك، بتمنى لحضراتكم التوفيق، وبتمنى لمهنة المحاسبة الرقي، لأن آن الأوان أن تسترد مهنة المحاسبة شبابها وخصوبتها من خلال الإخوة المحاسبين، لأن إحنا الحقيقة في مجتمع يعني دولي فيش خلاف على أنه بيتغير بشكل لحظي مش بشكل يومي. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أنه هو
يوفقنا إلى ما فيه الخير. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بنشكر حضرتك يا دكتور. يعني أنا أعتقد إن إحنا يعني هنكتفي بما تم عرضه، وحنفتح مناقشة مع زملائنا. يا ريت يا جماعة اللي عاوز يتدخل أو يستفسر يا إما يرفع الكف يا إما يفتح لنا الكاميرا عشان نشوفه. إحنا بس يعني يمكن في الأول استكمالا لزملائنا أعضاء مجلس إدارة الشعبة، فهيبقى معنا الأستاذ عبد القدوس فهيم برضو. اتفضل يا أستاذ عبد القدوس. مساء الخير عليكم. مساء الخير. يعني أنا مش عارف أقول إيه بصراحة. إحنا كلنا خسرنا الأستاذ عناد خسارة فادحة يعني، وربنا يصبرنا كلنا. إنسان على خلق على أدب، يعني تعجز الكلمات عن إنه يتوصف. كلنا حاسين بالوجع وربنا يصبرنا كلنا. وبعدين المجهود اللي هو عمله في قصف القانون يكفي آخر جلسة لينا في المجلس، وحماسه اللي ملوش مثيل في شأن القانون، وتقبله للنقد بصدر رحب وبترحاب شديد. يعني واحد مطوع الكل ومستقبل لكل الكلام رغم المجهود اللي هو بذله في القانون. ربنا يرحمه ويصبرنا، وإن شاء الله إن شاء الله. يعني في وجهة نظري إنه هذا القانون ينسب للأستاذ عماد في الأصل، وده حقه بإذن الله، وربنا وفقنا كلنا إن شاء الله. ربنا يخليك يا أستاذ عماد. الله يخليك. الله يخليك. طب إحنا نبدأ كده من عند الدكتور عمران لحد ما نشوف بقية زملائنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه حلول شهر رمضان، وبنتوجه بالعزاء الى اهل الدكتور عماد حافظ راغب، وده طبعا من ابن الاستاذ حافظ راغب رحمه الله عليه، وهو من الرعي الاول في مهنه المحاسبه والمراجعه في مصر. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه في مصر. ربنا يسكن. نعم يا ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويسكنه فسيح جناته ان شاء الله. انا بالنسبه للي سمعته من سواء من الاساتذه الاجلاء اللي تحدثوا في عن الاضواء حول مشروع القانون ده، سعيد جدا لهذه النقله الحضاريه اللي جت في هذا المشروع. المشروع ده بيتكلم على الشركات المدنيه المهنيه، وبيتكلم انا هتكلم في الحاجات اللي انا بتخصص فيها المسائل القانونيه. يعني اولا بيتكلم على وجود شركات مدنيه مهنيه، وانا ليا بحث في الموضوع ده، وكنت قدمت في مؤتمر جمعيه التشريع مدى حاجه مصر لقانون الشركات المدنيه المهنيه، لان احنا في مصر ما عندناش نص يسمح بوجود الشركات المدنيه المهنيه. ليه؟ لان القانون التجاره 17 لسنه 99 كنا بناخد المعيار الموضوعي للتفرقه بين الشركه المدنيه والشركه المهنيه. جاء القانون 17 لسنه 99 نقلا عن القانون الفرنساوي، خدوا بالمعيار الشكلي، بمعنى إذا تم المادة 10 في القانون 17 إذا تم إنشاء شركة بتعتبر تجارية. طبعا الكلام ده لا يسري، مفروض ما يسريش على المحاسبين والأصحاب المهن الحرة بصفة عامة، لأن الشركات مدنية وهم مش تجار. طبعا وطبعا أنا ليا دراسة في الموضوع ده في مدى حاجة مصر لقانون ينظم الشركات المدنية، لأن فرنسا لما خدت بالمعيار الشكلي كان عندها قانون للشركات المدنية المهنية. المشروع تبنى هذا الموضوع، وطبعا حاجة عظيمة جدا بالنسبة، عشان بس أدي فرصة لزملائنا هتكلم بسرعة في الموضوع، لنقلة حضارية أن يكون لدينا قانون للشركات المدنية المهنية. حاجة تانية حاجة مهمة جدا، وكنت أنا شخصيا برضو عندي دراسة عاملها على الضمانات التشريعية لتفتيش مساكن الممولين وأماكن مزاولة أنشطتهم المهنية والصناعية والتجارية والمهنية كمان. كنت أرى أن بالنسبة للمكتب المحامي، مكتب المحامي عنده حصانة، بمعنى إيه؟ أن مكتب المحامي لا يتم تفتيشه المادة 51 إلا من قانون 17 بتاع قانون المحاماة إلا عن طريق وكيل نيابة، ما يتمش تفتيشه من رجال الضبط القانوني.
قضائي، اللي هو مثلا ممكن لو حضراتكم مثلا مكتب محاسبه وهم عايزين يفتشوا ممول معين، والممول ده جت تحريات النيابه ان المحاسب الممول ده بيحتفظ بدفاتر عند المحاسب، خدت بال حضراتكم؟ فده يبقى غير متهم، بيتم تفتيشه بنظام معين موجود في قانون الاجراءات الجنائيه، ممكن نتحدث عنه يعني. المهم فكان المشرع قانون الاجراءات الجنائيه في الماده 96 من قانون الاجراءات الجنائيه بيدي حصانه لمكتب المحامي، بمعنى قال مشروع زي ما سمعنا من الاساتذه الاجلاء انه ما بيتمش اتخاذ اجراءات التفتيش على مكتب المحامي، شانه شان المحامي، ما المحاسب بيحتفظ هو ليه مكتب المحامي يتمتع بهذه الحصانه؟ حق الدفاع، حق اساسي جدا، القانون بيدي للمحامي حق الدفاع، وبالتالي المحاسب ايضا عنده حق الدفاع عن الممول. لماذا تم التفرقه بين المحامي وبين القانون ده؟ بيعيد الامور لنصابها ويحافظ برضو على مكتب المحاسب شانه شان مكتب المحامي، لان العله من الحالتين موجوده، المحاسب بيحتفظ باسرار والمحامي برضو يحتفظ بالقانون، والمشروع مهم جدا في هذا الموضوع. بالنسبه للتفتيش، للحجز، اولا في عندنا ماده اسمها 306 من قانون المرافعات، ماده 306 من قانون المرافعات لا تجيز الحجز على ادوات المهنه، ادوات المهنه بصفه عامه، طبعا المحاسب ادوات المهنه بتاعته، ادوات المهنه بتاعته الكتب والمراجع الى اخره، المهم كان ادوات المهنه بتاعته، برضو المشروع يمنع الحجز على مكتب المحاسب اعتبار شانه. وطبعا الموضوع ده فيه تطويل كبير جدا، يعني الماده 306 من قانون المرافعات دي الحصانه دي ان لا يجوز الحجز على ادوات المهنه، ده المشروع برضو متمشي مع الماده 306 اصبح مكتب، وبعدين النص ده برضو موجود في قانون المحاماه، لا يجوز الحجز على محتويات مكتب المحامي. طبعا الاخوه والاستاذ عماد رحمه الله عليه والساده الزملاء اللي شاركوه في اعداد هذا المشروع 100% اطلعوا على قانون المحاماه وجابوا الضمانات اللي موجوده دي اللي موجوده للمحامي جابوها بالنسبه للمحاسب، وده يوم ما يشكروا عليه الموضوع ده. وان شاء الله باذن الله لما بس المشروع يتم تداوله مع الاخوه الزملاء يعني ان شاء الله من الشعبه هيبقى لينا يعني جولات وايضاحات للمقصود بهذا الموضوع. هل المقصود طب مسكن المحاسب وضعه ايه؟ يعني المكتب ماشي مسكنه وضعه ايه؟ برضه لازم نبحث هذه الامور، هنبقى نتكلم على الموضوع دون بايه بتفاصيل معينه. يبقى اذا الضمانات اللي جت في او الحاجات الجديده اللي يعني بنشكر اللجنه الموقره عليها ان لا انشاء شركات مدنيه مهنيه، لان احنا ما عندناش قانون للشركات المدنيه المهنيه للاسف الشديد بعد ما خدنا بالمعيار الشكلي اللي خد به القانون 17 لسنه 99. المشروع بيتكلم على الشركات المدنية، وبعدين أنا شايف برضو من الكلام اللي اتقال إنه بيساوي بين الأفراد والشركات المدنية المهنية، ده كويس جدا، يعني ما حدش يقولك لا ده هم عايزين يعملوا كيانات كبيرة لبعض المكاتب الكبرى، لا أنا شايف إن من الكلام اللي اتقال إن في مساواة بين حتى بيسمح لأي يعني أفراد من المزاولين للمهنة إن ينشئوا كيانات مدنيه مهنيه. طبعا بالنسبه لموضوع الحجز ده موضوع مهم جدا، وان شاء الله بس لما تبدا العمليه يعني المشروع يتاح يبقى موجود تحت ايدينا، انا هتكلم في الموضوع ده بتفاصيل التفاصيل فيه، وهقارن بين الماده اللي جايه في المشروع والماده 51 بتاعه قانون المحاماه، لان الماده دي فيها نوع من الضمانات للمحاسبين. وايضا بالنسبه لموضوع التفتيش، وهكتفي بهذا القدر عشان اعطي زملائي اكبر قدر يوم يتكلموا، واشكركم وكل سنه وانتم طيبين، ومكرر تعازيه
الأستاذ عماد حافظ راغب رحمة الله عليه، ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويسكنه فسيح جناته إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، متشكرين يا دكتور. الأستاذ جرجس عبد النور، افتح من عندك يا أستاذ جرجس. مساء الخير على الجميع. أولا طبعا زي ما ترحمنا على أخونا الأستاذ عماد اللي ما حدش يقدر ينسى فضله على جمعية المحاسبين وشعبة المحاسبة وكل من تعامل معه عن قرب، وكان رجل خير وربنا يجعله في ميزان حسناته. بالنسبة لمشروع القانون، كل الجهد اللي بذل هو جهد مشكور من كل اللجنة اللي تعبت وعملت هذا الكلام، وأرجو أن كلنا كمحاسبين نعدد صدور القانون للنور، حتى وإن اختلفنا على بعض النقاط لا يمكن أن نتفق جميعا على نقاط معدد، لكن الجوهر بتاع القانون كله هو السند للمحاسبين كلهم، هو طوق النجاة. بالمهاترات اللي حصلت في المحاسبين، ما حدش هيحمي المحاسبين غير ولود هذا القانون وخروج هذا القانون للنور. فأرجو أن كلنا نتكاتف لإنجاح القانون ونعديه، والخلافات الجانبية نجنبة حتى ونختلفنا في بعض الأمور، نعدي القانون ونخليه يمر، ما نكررش التجربة اللي فاتت اللي وقفت القانون بسبب اختلافاتنا احنا كمحاسبين. وأشكر كل من ساهم في هذا العمل من اللجنة المحترمة اللي بذلت كل جهد، وكتر ألف خيرها على كل ما عملت. بنشكرك يا أستاذ جرجس، ويعني إن شاء الله بإذن الله إيدنا في إيد بعض كده، هو ده اللي يعني هيساعدنا في إن إحنا نوجد لنفسنا مكان في المستقبل إن شاء الله بإذن الله. بالزبط. أستاذ أحمد مشرفة. السلام عليكم. الحقيقة البقاء لله في الأستاذ عماد. الحقيقة أنا ما تشرفتش بمعرفته لا عن قرب ولا عن بعد، لكن الكلام اللي اتقال عليه يعني خلينا نترحم عليه ونأمل أن أغلب المحاسبين يبقوا زيه. بالنسبة للجنة، شكرا على المجهود اللي هي عملته. أنا ليا استفسار وليا مداخلة بسيطة كده. الاستفسار، هل أي محاسب هيبقى له الحق في إنه هو يعمل في الضرائب، ولا ده هيقتصر على سجل خبير الضرائب فقط؟ ده الحاجة التانية، إن أنا من رأيي حضرتك إن المحاسب مش هيبقى محاسب بمجرد ان هو يعدي امتحانات. يعني المحاسب اهم حاجه له ان هو يعدي بمهنه، يعني زي ما الدكتور عبد الرسول قال ان هو دكتور الجامعه، لا يجوز ان هو يبقى محاسب قانوني الا اذا كان عنده خبره في الجزئيه ديت، والخبره دي بالرغم من ان هو حاصل على شهاده اعلى الشهادات ان هي مش موجوده، فما بتاهلوش لان هو يمارس المهنه. وبالتالي احنا عايزين نحافظ على ان المحاسب يبقى متدرب قبل ما يعدي امتحانات، لانه اصلا عدى الامتحانات دي في الكليه، فاذا كان هو عداها عدل أو كويس فما كانش يبقى فيه امتحانات تانية. يمكن هي دي بس أهم حاجة اللي أنا عايز أقولها. بشكرك أستاذ أحمد وطمنك. والفكرة في الامتحانات مش إن الموضوع يتحول لموضوع نظري. إحنا دلوقتي حضرتك كلنا بمدين مدة بيبقى فيه ضمانات، بعض الضمانات اللي موجودة عند متخذ القرار اللي هي بتضمن إن المحاسب ده قضى فترة التدريب. بس بقى قضى فترة التدريب ازاي، هو ده الموضوع، وهي دي الاشكالية اللي موجود فيها دلوقتي لجنة القيد والقانون السابق، انه موضوع مضي مدة، وبعدين لما المحاسب بيتسئل يعني بنلاقي انه هو خبرته محدودة جدا، يعني ممكن يكون ما يصلحش لان هو يبقى مزاول للمهنة، فيبقى عايز شوية شغل اكتر علشان يصلح، او زي ما عرفنا حالات قبل كده انه يعني بيبقى في بعض الزملاء مسافرين بره، بيبقى في حاجات كتير. فاحنا قررنا بس فكره الخبره العمليه مع الخبره العلميه، لانه كمان برضو
احنا مش عايزين ننسى ان المهنه بتتطور حوالينا تطور كبير جدا، وكل مدى في تحديث وتعديل، فبالتالي الامر يتطلب انه اولا يبقى في تدريب وتعليم مهني مستمر، والتدريب الاول وبعدين بعد كده تدريب تعليم مهني مستمر عشان يضمن ان المحاسب يبقى دايما يعني زي ما بيقولوا كده يعني موافق للمرحله اللي هو موجود فيها. دكتور عبد الرسول تحب تضيف حاجه للاستاذ احمد؟ اسمح لي يا استاذ عماد، انا طبعا برحب بالاستاذ احمد مشرفه، ولو اني جاوبت على السؤال ده بطريق مباشر للاستاذ طارق الصرفي، لكن مره تانية باكد للزملاء الاتي: السجلات النوعيه المنبثقه من السجل العام للمحاسبين والمراجعين وفقا لملامح المشروع الجديد بتتضمن 7 سجلات. السجل الاول للمحاسبين تحت التمرين، ايه الجديد فيه؟ مفيش غير انه حاليا كان مده تمرينه 3 سنين، فضلت 3 سنين. طيب في نهايه مده التمرين كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيجيب ورقه من المحاسب يقدمها للسجل، وساعات السجل يبعت يجيب المحاسب ويساله قدام محاسب تحت التمرين عشان يتاكد من جديه التمرين. الجديد في مشروع القانون ان هذا الاختبار اللي بعض الناس كانت بتتضرر منه هيتم النص عليه صراحه في القانون. هو كان موجود في القانون الحالي بس تحت مسمى ان لجنه القيد بتتاكد من جديته في التمرين. طب ايه مظاهر الجديه؟ واحد يقول جديه التمرين ان انا اجيب شهاده من التامينات. طب ما انا هجيب شهاده من التامينات وانا قاعد في البيت، لا رحت المكتب ولا كذا. ويمكن انا ضربت مثال لزملائنا اعضاء لجنه اعداد المشروع بانه احد المحاسبين في احدى مناطق الدلتا بعت 4 يتأيدوا تحت التمرين في جلسه واحده، فكان من ذكاء لجنه التدريب انها دخلتهم مع بعض وسالت كل واحد: انت تعرف الاخ اللي جنبك؟ قال له لا. انت تعرفي الاخت اللي جنبك؟ قالت لا. انت تعرفي الاخ ده؟ لا. انت تعرفي ده؟ لا. والاربعه جايين منين؟ من مكتب واحد. فهل ورقه التمرين تعني الجديه؟ لا. عشان كده مشروع القانون الجديد بيقول تدريب وتعليم مهني مستمر، هيتعمل لهم دوره وامتحان ويجتازوه ومقرر. وعشان كده الدكتور خالد اتكلم عن ان في لجنه للمعايير ولجنه للامتحانات، يبقى عشان نتاكد اننا بنخرج محاسب مهني على درجه عاليه من الملاءه المهنيه والخبره. هذا المحاسب تحت التمرين لا يجوز لانه يفتح مكتب باسمه، انما هيروح يحضر كوكيل عن المحاسب. طيب هيفضل طول عمره تحت التمرين؟ لا، ده هو مدته 3 سنين. يبقى لو اجتهد بعد ال3 سنين هيقدم طلب يقول الولي لمراجعه منشات فرديه. طيب لو تبين بقى ان هو نايم ومش عاوز يقدم طلب، ربما يكون خارج البلاد، فاذا قعد 6 سنين ما قدمش طلب نقل يتم استبعاده. جه تظلم وقال والله انا كان عندي ظروف وكذا، اللجنه هتدي له مهله سنه. وفق اوضاعه ونقل خير وبركه، ما كانش هيستبعد عشان ما يبقاش واحد محسوب على المهنه وهو غير مزاول. اللي خلص مده تمرينه ونقل يراجع منشات فرديه وشركات اشخاص، ما هو ده اللي احنا كنا مسميه محاسب قانوني، نقول بعد 3 سنين ياخد لقب محاسب قانوني. طيب هياخد لقب محاسب قانوني مجرد مده بينيه 3 سنين؟ لا، نقول له تعالى انت هتدخل اختبار لجنة الامتحانات التابعة للمجلس الأعلى عاملة بقى امتحان في معايير المحاسبة، امتحان في نظام المحاسبة، امتحان في طريقة المحاسبة، امتحان في الضرائب، امتحان في الحوكمة، زي ما تعمل اللجنة. طيب إذا اجتاز الامتحان والتدريب المستمر ده هيبقى له حق مراجعة المنشآت الفردية وشركات الأشخاص ويقسم اليمين. طيب بعد كده كان بيقعد 5 سنين عشان ياخد حق مراجعة شركات مساهمة. مشروع القانون اللجنة ارتأت تخفيض المدة إلى 3 سنوات. بس 3 سنوات في مقابل إيه؟ في مقابل إن أنا بديله دورة تأهيلية، بديله تعليم مستمر،
بديله اختبار هيدخله، يبقى معنى كده ان هيذاكر ويمتحن وهيقدم لنا ما يفيد ان اشترك في مراجعة ثلاث شركات اموال على الاقل. طب اجتاز الكلام ده، اصبح له حق اعتماد شركات اموال، يمضي شركات مساهمة، يمضي شركات توصية بالاسهم، يمضي شركات ذات مسؤولية محدودة، يمضي اقرارات ضريبية، هو محاسب القانوني زي ما هو، الحقوق المكتسبة زي ما هي. طيب جه قال انا عاوز اعمل شركة، نقول له تعالى اعمل شركة، بس يشترط في الشركة في شركة المحاسبة والمراجعة ان هما الاثنين يكون لهم حق مراجعة شركات الاموال، لكن كل واحد هيمضي باسمه تحت اسم الشركة. طيب دول كبروا وقالوا اشمعنى فلان وفلان بيراجع شركات كيانات متخصصة خضع للرقابة المالية، خضع للجهاز المركزي المحاسبات، بنوك، صناديق استثمار، نقول له يا سيدي تعالى عاوز تراجع الحاجات دي، بدل ما كان لها شروط في السجلات الخاصة تعالى هتبقى الشروط جوه النقابة، خد دورة تدريب مهني وتعليم مستمر، ادخل الامتحانات اللي تعرف يعني ايه صندوق استثمار، يعني ايه كيانات كبيرة، يعني ايه رقابة مالية، يعني ايه ملاءة، يعني ايه تحليل مالي في الشركات العاملة في الأوراق المالية، يعني ايه شركات مقيدة في البورصة، يعني ايه كذا الحوكمة، الكلام ده كله إذا استوفى هذه الشروط اتأيد في سجل الكيانات الاقتصادية المتخصصة. وقلنا الكلام ده هيبقى له فترة انتقالية 3 سنين، الناس اللي متأيدة في السجل تنقل بحالتها في سجل الكيانات الاقتصادية المتخصصة. طب اللي اتأيد في سجل المتخصصة له كل حاجة، له يراجع منشآت فردية وشركات أشخاص وشركات أموال، ويمضي إقرارات ضريبية، ويحضر قدام الضرائب، كل الحقوق له. طيب دول الخمس سجلات الأساسية. طيب واحد منهم تعب أو جاله وظيفة عامة، وزير أو نائب وزير أو محافظ، وعاوز يبطل المزاولة لأنه بحكم القانون لا يجمع بين الوظيفة العامة وبين العمل المهني باستثناء أعضاء التدريس زي ما قلنا في الجامعة، هينتقل إلى جدول غير المزاولين. طيب الناس بقى اللي جاية من الضرائب، جاية من الضرائب إحنا بنشتكي إن هم ما عندهمش قدر كافي من معايير المحاسبة، ما عندهمش قدر كافي من معايير المراجعة، نقول له أنت عاوز شغل ضرائب بس، يشترط إن أنت كنت في فترة عملك في مصلحة الضرائب بتعمل في وظيفة فنية تخصصية في مجال الفحص الضريبي، اتأيد في سجل خبراء الضرائب، يبقى ده هيراجع ضرائب بس، هيحضر قدام لجان الطعن بس، هيعمل لجان داخلية بس. طب يقول أنا عاوز أعمل زيكم وأمضي ميزانيات وأعمل كذا، ادخل يا عم خد دورة تدريبية وتأهل وامتحن وكذا. حتى زملائنا أعضاء التدريس في الجامعات والمعاهد قلنا هنعمل لهم دورة تأهيلية. ليه؟ لأن مش كل واحد أكاديمي في الجامعة يستطيع أن يزاول المهنة، فهياخد دورة تأهيلية تقربه للسوق، تعرفوا الشغل اللي احنا بنعمله في مجال المهنة قد ايه. هي دي فكرة السجلات اللي لبت لكل واحد او للمزاولين طلباتهم وحافظت على المراكز القانونية له. اشكرك يا استاذ عماد. دكتور عبد الرسول، دكتور استاذ عماد، هل ممكن لحظة احمد بس، لحظة يا استاذ احمد، بشكرك يا دكتور عبد الرسول، انا بس بأكد مرة تانية لزملائنا انه من تم قيده في سجلات، اي نوع من انواع السجلات في قبل صدور القانون، يعني ده هو ما ورد في مشروع القانون الجديد، ان اللي سبق قيده في سجل سواء كان تحت التمرين او شركات اشخاص او شركات اموال، هو هيحتفظ بنفس السجل اللي موجود فيه، ولو هو لسه عنده مدد بينيه في تحت التمرين او في شركات الاشخاص عشان يتنقل لشركات اموال هيستكملهم على القانون القديم، ويبقى في يعني فترة انتقالية أو للنقل، علشان بس إيه زملائنا ما يحسوش إن إيه بمجرد صدور القانون. النقطة الثانية فكرة الامتحانات، ما هي الامتحانات بقى قبل كده ما كانش فيه متاح تدريب، إحنا النهاردة مهم جدا إن زميلنا اللي هيبقى مثلا تحت التمرين هيبقى متاح له إن هو في المكتب ياخد خبرة عملية، ثم بعد كده في خبرة علمية من خلال تدريب تقني مؤهل، والجامعات المهنية هيبقى فيها له دور، وطبعا المعهد هيقوم بالدور الأكبر والأهم في ده، المعهد المصري للمحاسبين، بعد كده هيمتحن. يعني أعتقد إن إحنا وفرنا له كل الظروف
اللي تسمح له بان هو يبقى محاسب مهني. احنا نرتدي مستواه للمستقبل. يعني اذا كنا احنا عايزين نصلح من شأن مهنتنا فاحنا الاول لازم نصلح من نفسنا على جميع المستويات. استاذ احمد مشرفه معلش انا هستاذنك لان احنا عندنا مداخله جامده جدا جايه من دمياط ويا رب يا ساتر بقى. استاذ عبده وبالرجال اتفضل. افتح من عندك استاذ عبده اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب يا استاذ عبده بالراحه شويه على اللجنه والنبي الله يخليك. كل سنه وحضراتكم جميعا طيبين. واقدم تعازي لفقيد المهنه لشعبه المحاسبه والمراجعة ولجميع المهنيين في مصر. في الحقيقه الكلام اللي حضراتكم قلتوه يعني بصراحه حزنا جميعا يعني. وانا ما كانش لي الشرف ان انا اتعاملت معه شخصيا الا انني تذكرته حينما وجدت صورته في احدى المواقع. وتذكرت معه ان في الاجتماع اللي كان حصل فيه الشعبه وكان لي شرف الحضور فيه وكان لي كلمه. فوجئت بعد ما خلصنا التقيت فيه شخص زميل من اللي حاضرين اقترب ليا وسالني قال لي يا استاذ عبده يعني الى حد ما بقول ما شاء الله يعني ايه فكره كويس يعني يا ريت تحضر معانا وكده. قلت له يا فندم وانا والله ما اعرفه. قلت له يا فندم يعني اطلبوني هتلاقوني جنبكم. فكون ان في شخصيه بهذا الشكل ويشوف الزملاء ويشوف اللي كده ويحاول كده يبقى الراجل ده كان بيبحث عن حاجه كويسه. فربنا يرحمه برحمته ويجعل ما قام به للمهنه ولشخصه على المستوى الشخصي في ميزان حسناته. الف رحمه ونور عليه. طبعا احنا ما قدرناش يعني الندوه النهارده عباره عن شرح ملامح من معدي القانون ومن زملائنا في الشعبه. وبالتالي احنا ما فيش في ايدينا حاجه نقراها علشان نعرف نتناقش فيها. ان شاء الله دي المرحله الجايه على الكلام اللي احنا سمعناه ان احنا ايه حينما يكتمل المشروع اكتمال تام هيكون في ايدينا وهنناقش اي خطوات او اي حاجه فيها اعتراض. وإن شاء الله بإذن الله هنوصل لأمور وسط ترضي جميع الأطراف. لكن يعني الكلمة اللي ألقاها الأستاذ الدكتور عبد الرسول وطبعا وبقية أساتذتنا العظام والدكتور محمد عمران بتشجعني إن أنا ألفت النظر لحاجة. إيه هي؟ إن لجنة القيد كما ذكرها أستاذنا الدكتور عبد الرسول قال إيه؟ قال إن هي بتتكون من حد من وزارة المالية، حد من كذا جهة هو عددهم. طب وبعدين؟ طب ما أنا النهاردة لجنة القيد لما إحنا نرجع لقانون المحاماة زي ما قال معالي الأستاذ الدكتور محمد عمران على لجنة القيد في المحاماة فيها حد خارج المحاماة؟ يعني هل فيها حد من وزارة العدل؟ هل فيها حد من وزارة الشرطة؟ وزارة الداخلية؟ هل فيها حد من الكسب غير المشروع؟ هل فيها حد؟ لا ما هم يعني احنا عايزين يا جماعه لجنه القيد تكون من المهنيين، من النقاب، من شعبه المحاسبه والمراجعه. يترشحهم كده. طيب ما سيسري على لجنه القيد؟ هل هيبقى على المجلس الاعلى؟ يعني هل هلاقي مثلا رئيس مصلحه الضرائب جوه تشكيل المجلس الاعلى؟ هل هلاقي حد من وزاره الماليه جوه المجلس الاعلى؟ هل ما احنا عايزين نعرف بقى يا ريس. وبالتالي من جمعيات معينه بصرف النظر يعني كلهم على دماغتنا من فوق. لا احنا عايزين يبقى كله من جوه المهنه، مش عايزين حد من خارج المهنه يجي هو لايه اللي شغل. نشوف دي تمشي ازاي وطريقتها ازاي واحنا زينا زي المهن الاخرى. يعني مهنه في الطب في كليات الطب نقابه الاطباء عندها حد من خارج النقابه عند وهكذا يعني احنا عايزين لجان القيد المجلس الاعلى ناس مهنيين من داخل المهنه من مزاوله الايه من مزاوله المهنه مش من خارج الموضوع ده. ده التعليق البسيط الاولي لغايه لما ان شاء الله نشوف المشروع يكتمل ويبقى قدامنا باذن الله تعالى. شكرا واسف للاطاله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا اللي بنشكر حضرتك يا استاذ عبده وملحوظه يعني قيمه. بس احنا برضو بنوضح انه يعني نقابه الاطباء عندها علاقه وثيقه بوزاره الصحه، نقابه المحامين عندها علاقه وثيقه بوزاره العدل. بالنقابه مش بالايه يعني لجنه القيد في المحامين ما عندهمش حد غير من النقابه. انا مع النقابه
بس من جوه النقابه من احنا ممكن ندخل حد معانا من دمياط. احنا ممكن ندخل حد معانا من دمياط. بقول لك يا دكتور عبد الرسول حكيمنا الاربعه اللي دخلوا دول وما عرفوش بعض، انا عارف من محافظه ايه فمش عايز اتكلم. لا بالغربيه يا ريس. خلاص يا استاذ عبد بقى معلش، احنا بنحاول نصلح. يعني طب في حد من زملائنا تاني يحب اي مداخلات يا جماعه؟ يعني انا شايف برضو ان الوقت كده كويس، احنا الساعه 10 بالظبط، واعتقد ان الرساله اللي احنا كنا بنحملها النهارده قدرنا نعبر عنها، واعتقد ان الوقت اللي جاي هيتطلب برضو ان احنا يعني كلنا نتكاتف عشان نستكمل يعني هذا العمل المهم. في الاستاذ ايمن. طيب اتفضل يا استاذ ايمن، افتح من عندك وتفضل يا استاذ ايمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بس كان ليا سؤال بعد اذنك. نفسك الاول يا استاذ ايمن عشان ايمن عماره. اهلا وسهلا. انا محاسب مكتب محاسب قانوني. اهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. بس كنت بسأل لو حد يعني الأول كان في إمكانية لحد إن هو بيشتغل مثلا رئيس حسابات في شركة أموال إن هو يقدم أوراقه للسجل ويحصل على حق مراجعة شركات الأموال ومحاسب قانوني في الجدول اللي هو مباشر بعد مرور 7 سنين، فهل الإمكانية دي موجودة ولا خلاص ما بقتش دي موجودة؟ هو بس ما تستعجلش يا استاذ ايمن لان دي كانت محل خناقه، لان عمر ما المدير المالي بيبقى زي المحاسب اللي قضى وقت طول عمره في المكتب وبعدين بعد كده هيذاكر وبعدين بعد كده هيمتحن وبعدين نجيب له واحد زميله اشتغل في شركه وخد مرتب كبير على مدى شويه سنوات وبعدين بقى قاعد في المكتب اللي جنبه. يعني دي قصه كده عايزين نبقى نتداول فيها بالراحه، بس لما ندخل ان شاء الله في يعني لما مشروع قانون يطرح بشكل نهائي يعني. بشكرك يا استاذ ايمن وبشكر حضراتكم جميعا. طبعا في النهايه ما يسعنيش الا ان انا برضو اتوجه يعني بالترحم على استاذنا الفاضل الاستاذ عماد راغب. احنا يمكن لجنه التدريب بس هنعتذر منكم لمده اسبوعين او حاجه، هنشوف كده بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك. والله ما عارف اقول لكم كل سنه وانتم طيبين لان الظرف اللي احنا فيه في الحقيقه صعب جدا يعني، ولكن كل سنة وحضراتكم طبيعة جميعا طيبين، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يعيد علينا الأيام بخير، وربنا كمان يرفع عننا الهم والغم والوباء، ونبقى بنشوف بعض ونتكلم مع بعض بشكل أفضل من كده. أيام يعني إن شاء الله بإذن الله صعبة تمر على خير. كل سنة وحضراتكم طيبين ونشوفكم جميعا على خير إن شاء الله، وبشكركم جميعا. شكرا، تصبحوا على خير.